أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ولازلنا معكم. ومصر تقرر الانتخابات البرلمانية الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق. منورنا في الاستوديو دكتور أحمد كامل، مستشار الإعلام السياسي والخبير في مجال الحملات الانتخابية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. وفي البداية كده خلينا بقى نتكلم على الدعاية الانتخابية، يمكن احنا ما ناقشناش الموضوع ده على مدار اليوم. حضرتك طبعا تابعت الحملات وتابعت طرق الدعاية، شايفها ازاي؟ أول حاجة يعني بشكر حضرتك على اللقاء دهوت، والنهاردة يوم مهم جدا بالنسبة لمصر، حتى لو يعني في نسبة من الناس شايفة أنه هو يعني ليس بهذا الأهمية. الانتخابات البرلمانية أو النيابية لها يعني طقوس معينة في الحملات الانتخابية الناس بتتبعها على مر السنين. في دوائر زي اللي موجودة في المرحلة الأولى، معظمها في محافظات الصعيد وكده، بتعتمد على العصبيات والقبليات والاتصالات علشان خاطر الناس تضمن انه في مجموعه معينه تصوت. دي العمليه الانتخابيه تبقى اسهل فيها يا فندم، مش كده؟ ولا هي عمرها ما تكون اسهل لو كل الناس هتشارك، لكن هي اسهل لما تبقى نسبه المشاركه قليله، فاضمن ان انا لو اديت عيلتي والعيله اللي انا مصاهرها والعيله اللي انا ليا عندهم مصالح فيروحوا ينتخبوني. في انتخابات مثلا نسبة المشاركة فيها عالية، ما ينفعش فيها مجرد ان انا اربط مع 2000 3000 صوت او 5000 صوت، في حين ان هو بيروح 150000 صوت. مهما كان عدد الاشخاص اللي انا مربط معهم مباشرة، لازم اوصل للدائرة الاوسع. تمام. لازم دائرة النفوذ بتاعتي تبقى اكبر. احنا عندنا بس شوية ارقام قبل ما نتكلم على الموضوع ده. الارقام دي عملها مركز بصيرة ونشرها الاسبوع اللي فات، وهي ليها دلالة. احنا عندنا بعد ثورة 25 يناير عدد من الاستفتاءات والانتخابات دي عندنا على مركز بصيرة استفتاء 19 مارس، وده كان يوم واحد، 42% من الناخبين المسجلين راحوا صوتوا. تمام. في انتخابات مجلس الشعب اللي هي كانت على ثلاث مراحل ويومين لكل واحدة، 62% من الناخبين، ودي أعلى نسبة مشاركة في تاريخ مصر. مجلس الشعب اللي هي سنة 2011-2012. مجلس الشورى اللي كان بعديها على طول، ودي رقم ليه دلالة شديدة جدا، كان مرحلتين ويومين لكل واحدة، و15% بس من الناخبين، اللي هو يعني كان 62 من شهر. أوكي. الانتخابات الرئاسية 2012 الجولة الأولى كانت 46.5%، والجولة الثانية كانت 52%. الاستفتاء بتاع الدستور بتاع 2012 كان على مرحلتين ويوم واحد لكل واحدة، كانت 32.9 أو تقريبا 33، وده حضرتك أقل نسبة مشاركة بعد 25 يناير. تمام. وده نتيجة طبعا كان في حملة مقاطعة رهيبة معمولة ضد الدستور ده. دستور 2014 كان عنده 38.5%. والانتخابات الرئاسية الماضية اللي هي كانت على مدى 3 أيام 47.5% من الناخبين، وهي تقريبا متوسط الانتخابات الرئاسية بتاعة 2012. يقول لحضرتك حاجة، إن مشاركة الناخبين في الانتخابات لها علاقة بالحالة اللي بتتصدر للناس عن أهمية هذا الحدث. تمام، موافق حضرتك. يعني أنا بعد ثورة 25 يناير بقى لنا 30 سنة ما رحناش انتخابات. استفتاء 19 مارس ده هوت اللي هو كان الناس ساعتها بتسوق لي الإسلاميين كانوا بيسوقوا لي إن ده استفتاء على الدين ولا لأ، استفتاء على الجنة، على الجنة ولا لأ، وغزوة الصناديق والكلام ده، وفي ناس تانية كانت بتقول ده استفتاء على شرعية المجلس العسكري إنه يكمل. ف 42% من الناس نزلوا لأنه كانت أول مرة. مجلس الشعب ودي أول مرة بننقي ممثلينا، وكانت على كان قدامنا 9 أيام بقى، لأنه ثلاث مراحل 6 أيام قصدي، ثلاث مراحل يومين لكل واحدة. تمام. 62% من الناخبين. مجلس الشورى لان الناس كانت حاسه انه مش مهم وملوش سلطات وملوش معنى، فقط طيب. 15% من الناخبين. طيب اللي حضرتك بتقولي 15% دي ليها دلاله، انا هعرفها من حضرتك. بس احنا معانا زميلتنا ياسمين عادل من الاسكندريه. ياسمين ياسمين معانا؟ طيب ياسمين هنرجع لك مرة تانية. تفضل يا فندم. دكتور انت كنت بتقول يعني احنا كنا 62% مجلس الشعب، وبعد كده بقينا 15% مجلس الشورى. بالظبط. ازاي اللي حصل ان الناس الصورة اللي اتصدرت لهم واللي فهموها، مجلس الشورى ده ملوش لازمة، مجلس الشورى ده هو حاجة مكملة وديكور،
وكانوا بيقولوا عليه الفاظ كده انتيكه وبتاع، لكن الفكره كلها ان الناس حست انه شيء غير مهم فما نزلتلوش. تمام. طيب دكتور استاذن حضرتك انا اصلا مقطع مره ثانيه. ياسمين معانا من محافظه اسكندريه، اتفضلي يا ياسمين. مساء الخير يا فندم. يبدو أن قرار مجلس الوزراء بجعل العمل نصف اليوم نصف عمل أتى بثماره، حيث أصبحت الأعداد متوسطة وربما تتزايد في الساعات القليلة القادمة. كذلك أيضا محافظة الإسكندرية تسعى لزيادة عدد الناخبين وحثهم على النزول للانتخابات من خلال قرار محافظ الإسكندرية هاني المصيري بجعل المواصلات العامة مجانا من الساعة الواحدة حتى موعد غلق اللجان الانتخابية في 9 مساء. كذلك أيضا وزارة الشباب والرياضة هي الأخرى تسعى لحث المواطنين إلى النزول للانتخابات من خلال مبادرة وهي عبارة عن سيارات تجوب المحافظة لحث المواطنين. ولهذه المبادرة معي الدكتور محسن حسن مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة هنا في الأسكندرية، يحدثنا أكثر عن هذه المبادرة. تفضل. أهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير. أهلا وسهلا. والله الحمد لله، يمكن امبارح كنا مع السيدة المحافظ ومع مدير الامن ومع السيدة النائبة، جات الفكرة ان احنا نعرض، لان كان الوضع امبارح كان بسيط، الاقبال كان بسيط، فجات الفكرة ان احنا نعرض نعمل نشارك مراكز الشباب والاندية بسيارات عليها مديرية الشباب والرياضة لحث المواطنين على المشاركة السياسية. انزل شارك، مصر فعلا محتاجاك، ان زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انزل وشارك وادلي بصوتك، لان لا تبطل الصوت. احنا يمكن ادينا تعليمات وعملنا ندوات، وعملنا ندوات للشباب، وعملنا ندوات للطلائع ان هم يكونوا سفراء في الاماكن بتاعتهم. يمكن النهارده الحمد لله برج العرب في 4 سيارات طالعين على مستوى مراكز الشباب، والعمليه نفس القصه. وهنا يمكن انديه نادي الاتحاد ونادي الاولمبي ونادي سموحه ومراكز الشباب، سواء كان مركز سموحه او الشلالات. بس يا فندم غرب الاسكندريه العمريه وبرج العرب هناك قبائل، يعني في زياده اصلا في الناخبين، يعني احنا عايزين نركز. احنا هنا كده كده مركزين، يعني الحمد لله، لان العربيات دلوقتي بتجوب انحاء اسكندريه كمديريه شباب رياضه، ومشاركين معانا على فكره شباب المحليات، والحمد لله لفوا وهيرجعوا تاني عند المديريه الساعه 2 نقطه التقاء تاني عشان نبدا نحركهم ويلفوا الشوارع ويلفوا الحواري ويلفوا الازقه وطبعا والدوائر. فالعمليه الحمد لله فيها تنشيط. نحن المبادرة دي جت من خلال رؤيتكم امبارح عزوف الشباب اول يوم الانتخابات ولا تمام؟ هي جت امبارح، يعني احنا كنا قاعدين في اللجنه بتاعه غرفه العمليات المحافظه، ويمكن لحد الساعه 9 كان بيجي لنا الاخبار ان الاقبال كان ضعيف، فيمكن بعد ما روحنا على طول قمت متصل بسياده المحافظ دكتور هاني المصيري وسياده النائبه الدكتوره سعاد الخولي، وقلت لهم انا هعمل كذا كذا. قالوا لي خلاص اوكي احنا موافقين، وسياده المحافظ كمان قال لي ممتاز. وبلغنا سياده اللي هو مدير الامن اللي هو احمد حجازي، يمكن الراجل ده اتكلمت الساعه 1 بالليل على اساس برضه ايه ما يعترضش السيارات، فرحبوا بالفكره، وفعلا بدات السيارات تنزل النهارده بتجوب من الساعه 10 الصبح لحد الان بتجوب محافظه اسكندريه، سواء كان بقى في وسط او غرب او شرق او حي الجمرك. فما شاء الله الموضوع ماشي جامد، ويمكن شباب المحليات جايين لي ان شاء الله عند المديريه الساعه 2 عشان يبداوا يطلعوا مع الحمله تاني، لان احنا عايزين الناس فعلا تشارك. وكنا قبل كده عملنا ندوات ازاي تختار القايمه، عندك القايمة هم ورقتين، ورقة خضراء وورقة بيضاء، القايمة فيها 4 قوائم، اختار قايمة واحدة. الفردي موجود على كل لجنة بيقول له اختار مثلا 2 او اختار 3 او اختار 4، زي حي الأول مختارين 4، جمرك مختارين 1، فلازم الناس تنزل تختار واحد بس على حسب ايه الدايرة اللي هو فيها. القايمة تختار قايمة واحدة، فلو 4 بيختار 4، لو اقل من كده فبيبطل الصوت. فعلمناهم كمان، قلنا لهم ووضحنا لهم ازاي يجيب اللجنه بتاعته عن طريق 5151 او عن طريق النت جوجل او عن طريق الدليل 140، اعرف لجنتك وهيديك الرقم وهتنزل تخش. فاحنا بنيسر على الناس، احنا عايزينها تنزل، الناس لازم تشارك لان ده واجب وطني. النهارده لو الناس نزلت وشاركت واختارت صح
هيبقى اختيار الشعب للبرلمان، ده اختيار شعب. انما لو الناس ما نزلتش هتيجي ايا كان بقى حزب او يجي قايمة احنا مش عايزينها، يبقى نرجع نقول اللوم علينا ان احنا ما نزلناش. فاحنا بنقول للشعب لو سمحت انزل، لان ده واجب وهيبقى اختيار الشعب مش اختيار اي حد تاني. السيارات ستجوب المحافظة حتى نهاية اليوم ولا لها ساعات معينة؟ لا، لحد الساعة 9، ولو هتمتد هتفضل السيارات شغالة 24 ساعة. لو امتدت مثلا الانتخابات في اقبال وهتمتد للساعة 10 ولا حاجة، وجات تعليمات ان احنا الانتخابات مستمرة 10 او 11، هتفضل السيارات برضو تجوب ايه محافظه اسكندريه. هل في اي اخبار عند حضرتك بمدى؟ لا لحد الان هو ما فيش، لكن النهارده المتوقع انها تمتد. المتوقع يعني ان احنا بنقول متوقع انها تمتد على حسب الايه الاقبال. ما فيش اقبال مثلا او العدد خلص الساعه 9، اللجنه طبعا بتقفل، سياده المستشار بيقفل اللجنه. لكن لو في اقبال سياده المستشار هيفتح اللجنه دي لحد ما يخلص الناس اللي قدامه. انا بشكر حضرتك، متشكر، شكرا. استاذه مها، حتى الان العمليه تسير تمام، شكرا. شكرا زميلتنا ياسمين من محافظة الإسكندرية. والله يعني مبادرات معمولة بالنسبة لمحافظة الإسكندرية على حث المواطنين للنزول والمشاركة هايلة. يعني أنا شايف أن ده شيء رائع جدا، بس كنت أتمنى أنه يتعمل على مدى فترة طويلة، يعني اللي بتعد للانتخابات وفي كل المحافظات. يعني وفي كل المحافظات ما يبقاش على نفس طريقة زيارة السيد الوزير، ايه ده جاي دلوقتي، يلا نفرغ ونعمل وننادي الناس ونخلي المواصلات بمجان. مفروض من شهور نبقى عارفين ان ده هيحصل يوم الانتخابات، وتبقى في حملة تؤهل الناس ان ده يوم كبير صراحة. صحيح. أساسا الناس كتير يعني ما كانتش متوقعة أن الانتخابات تتعمل في معادها بعد التأجيل المتكرر ليها، فكانوا يعني في انتخابات يلا نستعد، في انتخابات يلا نستعد، فيمكن ما كانوش واخدين الموضوع الحماسة. فقدوا يعني الحماسة. كل فترة بيقولوا لهم وبعد كده بيقولوا تأجلت. طبعا يعني في حاجات كتير، بس نرجع تاني للنسب بقى يا فندم. أي فن. حضرتك كنت بتقول نسبة مجلس الشعب 2012 كانت 62%، ومجلس الشورى 15%، مع أن بينهم 30 يوم بس. بالظبط. اللي تصدر للناس انه مجلس الشورى غير مهم، وبالتالي لم يكترثوا ان هم يشاركوا فيه، مع ان ده ممثل للشعب، وبعد ثوره كبيره جدا وحشد اعلامي. حضرتك عارفه في 2012 في اولها كان كميه الحشد والاستقطاب الاعلامي عامل ازاي، ولكن ان الناس حست انه مش مهم ما نزلوش ان هم يشاركوا فيه. الانتخابات الرئاسيه طبعا كانت الناس حاسه باهميتها جدا، فنسبه المشاركه فيها كانت عاليه جدا. تمام. دستور الاخوان مع حملات اتعملت منظمة لمقاطعته لتوضيح للناس المساوئ اللي فيه، أقل نسبة مشاركة حصلت في التاريخ من ساعة 25 يناير. تمام. الانتخابات الرئاسية طبعا رجعنا النسبة ترتفع تاني، مع الرغم من الحملات اللي كانت بتحاول انها تتعمل ضد الدولة نفسها في الوقت دهوت، لكن نسبة المشاركة رجعت ترتفع تاني. فإحنا قدامنا يعني لو جينا على دستور 2014 كانت النسبة عالية، كانت أعلى من يعني كانت 38.5. كانت أعلى بكتير من دستور الإخوان اللي هو كان 33، يعني بحوالي 5%، مع أنه طبعا عدد الناخبين قاعدة البيانات زاد. وفي نفس الوقت لازم نفهم أن الاستفتاء وضعه غير الانتخابات. الاستفتاء الناس بتستفتى على الدستور، على عقد، على كلام، لكن مش على أشخاص. الأشخاص اللي الواحد يشوفهم ويسمعهم ويبقى في علاقة ما بينه وما بينهم، بيبقوا ليهم قدرة يعني أكتر. حشد أكتر، أنه الناس أنا نازل عشان فلان، أو أنا نازل عشان حد في دايرتي أو حد أنا أعرفه. إنما أن أنا أستفتى على كلام ومبادئ وفي 200 مادة وكده. ما أنا عندي بس تعقيب على اللي حضرتك بتقوله ده، بالنسبة كمان خصوصا لدستور 2014. بس خلينا نستقبل على هاتف معانا الفنان سامح السريتي. أستاذ سامح، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. استاذ سامح، طبعا يعني احنا هنتكلم مع حضرتك في الشق الثقافي والفني. الموضوع طبعا موضوع الانتخابات البرلمانيه كان بيتم الحديث عنه قبل اقامه الانتخابات بفتره، ولكن في ناس كان عندها تحفظ شويه ان ما كانش في تثقيف كفايه للشعب باهميه وتوعيه للشعب باهميه البرلمان. ده صحيح. وبعدين ما كانش فتره ولا حاجه، ما حصلش اي اشاره. اولا قوانين جديده وقواعد جديده للانتخابات ونسب كل دايره قد ايه والقائمه، ده الناس ما بقتش فاهمه حاجه وما تابعتش، وما حصلش توعيه مناسبه. تمام. لان الناس تفهم وتنزل.
وفي نفس الوقت للأسف يعني للأسف اتضح ان الأحزاب بتاعتنا ملقاش قواعد ومش قادرة هي تقوم بهذا الدور. طالما اللجنة العليا للانتخابات ما قامتش بهذا الدور وشرحت، يعني في ناس كده حتى من بره بيقولوا احنا مش عارفين مين اللي نازل، اذا كان اهل الدايرة نفسهم مش عارفين اي معلومات عن مين اللي نازل، ومحدش كان مهتم امتى الانتخابات، لان الناس بتعود ان بيبقى فيه حشد وتوعية والحقيقة عايز اقول ان وسائل الاعلام ما قامتش بدورها من بدري، قامت في اخر يومين تقريبا فقط يعني، لكن صحيح. ما قامتش بدورها من بدري في التوعية، وان ده حدث مهم، ده الاستحقاق الثالث، وده اهم، مش عايز اقول اهم من الحدثين الاولانيين، اهم من الدستور ومن انتخاب الرئيس، لان ده سلطة الشعب. فده من اهم ما يمكن. ازاي الناس ما حستش ان في اهتمام عام للدولة، مجرد حست ان في خلافات اتحددت مرة وبعدين طلع انه غير دستوري واتحددت ثانية، فالناس بقت ما عندهاش امل، وفي كده حالة فتور. ولان الناس مش فاهمة، بس الناس عندها حس فطري طبيعي، يعني حست ان الموضوع ده يبدو ايه، او يمكن رمت حمولها او استقالها على رئيس الجمهورية فقالت خلاص هو يتصرف. او عايز اقول شيء مهم جدا ودي بنقولها دايما، لو الشعب همش بيهمش، ال ما حسناش باهمية دور الشعب في المشاركة من شهرين ثلاثة على الاقل، لابد ان يحصل توعية باهمية دور الشعب واحساسه باهمية خروجه. لو حسيتيه باهمية خروجه هيضرب مثل لكل الشعوب. احنا ما حسيتهوش باهمية الاستحقاق الثالث واهمية خروجه. كل المسألة خلافات احزاب، قوائم، الصراعات على قوائم، قوائم بتعدلت، ناس بتشحت ناس عشان ترشح نفسها، فالناس حست بعدم اهمية ده، فحصل هذا الفتور. لكن الحقيقة النهاردة لازم الناس تعي انها حتى لو هناك تقصير من مؤسسات دولة لازم هي تلحق نفسها، لازم الناس تلحق نفسها، لان ده شيء مهم جدا. النهاردة هنفترض ان هناك فصيل واحد مثلا، او فجأة حصل حشد بتعليمات لمجموعة من انا توجه الانتخابات لاتجاه معين، هيطلع مجلس ما يعبرش عننا. علشان كده لازم احنا على الاقل نصلح اللي بتخطئ فيه الحكومة، او اللي بتخطئ فيه المؤسسات، او بيخطئ او اخطأ فيه وسائل الاعلام. واحنا كشعب ننزل بسرعة نقول احنا على الاقل نختار افضل الوحشين، لان للأسف كم كبير من المرشحين غير معلومين لدوائرهم وغير حتى موثوق فيهم. مش كده وبس، كم كبير جدا جدا من المرشحين اللي الناس صارت عليهم قبل 25 يناير والناس صارت عليهم في 30/6 موجودين وماليين الساحة. فطبعا الناس قالت الله احنا هنعود الى ما قبل ولا ايه، فحصل عندها حالة مش عارفين، لا عارفين مين ده ولا ولا عارفينهم، عارفين انهم فاسدين وقبل كده ادوا اداء سيء في الحياة السياسية، لكن على الاقل نختار الوحشين قبل ما يطلع، نختار افضل الوحشين قبل ما يطلع الوحشين، يعني نختار افضل المطروح واحنا بايدينا نغير. يعني لازم احنا كشعب خلاص احنا اللي هنغير، لكن نغير بوسائلنا الشرعية. النهاردة انا عندي مجلس شعب، لو انا مش عاجبني حاجة لازم اختار النائب بسرعة اللي يعبر عني وننقذ ما يمكن انقاذه، وعندي مرحلة ثانية والحق بسرعة عشان اصلح من خلال مجلس شعب. المجلس ده هيسن قوانين او هيحول بنود الدستور الى قوانين، وده شيء من اهم ما يمكن، وهيستبعد قوانين بتتعارض مع الدستور ولا شك. كمان كنت عايز اقول لحضرتك نغمة اساءت جدا جدا للناس، ان بعد خروجها وبعد الرأس وبعد الزيطة وبعد فرحهم من الدستور ابتدينا نلاقي اقلام ونلاقي اصوات بتقول ان الدستور ده اساسا ايه، هنتم تغييره، وفي قوانين بتقر ان اول حاجة هنعملها هنغير في الدستور، فبيحصل فقدان ثقة مننا. احنا كنا بنسقف قبل كده وفرحانين بالدستور، ومنين الناس طالعة عايزة تغير في الدستور؟ لا، دستورنا ثابت، وكل ما هنالك ان احنا هنسن قوانين تترجم هذه البنود هذه المواد الدستورية. وفي نفس الوقت بقى ان شاء الله بامر الله بنبتدي نتابع ونراقب اداء الحكومة، ده دور مهم جدا للشعب. علشان كده فرصتنا الاخيرة، مش عايزينها تفسد ولا تروح مننا، ان احنا ننزل ونختار على الاقل افضل وحشين ونفضل نحاسبهم.
اكيد. انا بشكر حضرتك، وحضرتك قلت كذا نقطه مهمه جدا. فنان سامح السريتي، شكرا على هذه المداخله. نستقبل ايضا الاعلامي اسامه منير. اسامه. ايوه صباح الخير. صباح الخير اسامه. بص يعني خلينا كده في الاول نتكلم ان في تحفظات كتير جدا على الاداء الاعلامي في الفتره اللي فاتت بالنسبه لتوعيه الناس باهميه البرلمان. انت شايف الموضوع ده ازاي؟ اكلمك بصراحه ولا اضحك عليكي؟ لا بصراحه، احنا ما فيش وقت حد يضحك على حد دلوقتي. طيب خلينا نقول ان الاعلام كله عامل باكجات لنواب مجلس الشعب. باكجات يعني ايه؟ يعني حضرتك هتنزل عندنا على القناه المره بكذا، وهتنزل في الراديو المره بكذا، وهنحط لك مش عارف ايه. كنا اصبحت تجاره. والله لسه دكتور احمد كامل كان لسه بيقول نفس النقطه دي دلوقتي حالا. يعني انا بقول لحضرتك، انا حتى دايما اقول انا مش تاجر اعلام ومليش في ده. وطيب جميل، الراجل ده عضو مجلس الشعب اللي عايز النهارده ينزل يرشح نفسه علشان يعني يجيب للمواطن حقه، يراقب اداء الحكومه. من حقه يعيد يعني النظر في القوانين والتشريعات. ويبقى في تصويت على قوانين وفي الغاء قوانين زي ما الاستاذ سامح السريتي كان بيتكلم من شويه. ولكن النهارده حضرتك لما بتنزل تصرف على الحمله الانتخابيه بتاعتك 7 و8 مليون جنيه، هل ده من اجل حب الوطن؟ ما هو برضه في اسئله الواحد بيسالها لنفسه. انت النهارده صرفت على حضرتك، كمان المواطن بيسالها لنفسه يا اسامه. يعني ال 7 و8 مليون ست مثلا تقابلني في الشارع تقول لي ما يصرفهم على يرصف الطرق مثلا. جميل. يصرف طرق، يصلح، يجدد بيهم مستشفى، معهد القلب، يجدد بيهم معهد السرطان، معهد الاورام، حاجات كتيره جدا. لما تلاقي النهارده النائب ده دي طريقته في دخول البرلمان، يبقى احنا نتوقع ان كل اللي كان بيحصل في الفتره اللي فاتت يتعاد تاني. ونتوقع ان نفس الاداء يكون تاني. ولكن عايز اقول لحضرتك حاجه، ظهر في وسط هؤلاء بعض الناس ما عندهمش امكانيه الدفع، ما فيش وراهم مؤسسات بتدعمهم، ولكن عايزين يعملوا حاجه. وممكن يكونوا فعلا كويسين وهيعملوا حاجه بالفعل، بس دول بيتظلموا كده في النص. الفكره بقى ان احنا النهارده مع الاسف ما بقيناش عارفين ايه برامج كل مرشح. يعني كل مرشح النهارده بقوا طالعين يفض في الشوارع، اسماء كبيره منها اسماء قديمه جدا كنا بنشوفها قبل كده في مجلس الشعب. ودخلوا تاني. منهم اسماء ظهرت بعد 25 يناير، منهم اسماء ظهرت بعد 30 يونيو، منهم اسماء ظهرت احنا مش عارفين اساسا جايه منين، ولكن مش عارفينهم. الناس دي هتعمل ايه لينا؟ هتعمل ايه للمواطن؟ صحيح. هي دي القضيه. الاعلام النهارده كانت التغطيه بتاعته تجاريه بحته، ما كانتش تغطيه من اجل مصلحه الوطن. طيب اسامه، للاسف النهارده كلنا انا يعني انا اسف ان انا بقول كده، ولكن النهارده كلنا كمواطنين، انسي ان انا اعلامي، كمواطنين النهارده في حاله بلبله. طب انا انتخب مين؟ اخد اني قايمه؟ اخد مين في الفردي؟ اخد مين يمثلني؟ ما هي دي القضيه دي اللي مخليها الناس مش عارفه. انا امبارح بتكلم مع ناس وشباب صغيرين، قال لي يا استاذ اسامه انا انزل انتخب مين؟ انا عارف حد. فالنهارده دي قضيه من اسوأ ما يمكن. شكوى عامه. انما خليني اقول لحضرتك حاجه، شيء مهم جدا برضو انا بقول وقلتها امبارح في الاذاعه. قلت لهم احنا مش الاربع سنين اللي جايين لا تتوقعوا من مجلس الشعب ان هيكون في اداء قوي، لان احنا برضو لسه بنرجع تاني سنه اولى مجلس الشعب. انسي اللي حصل في الاربع خمس سنين اللي فاتوا، دي سنه اولى. بس احنا يا مواطنين يجب ان يكون لدينا الوعي الكافي ان احنا نراقب اداء المرشح بتاعنا بعد كده، عشان نقدر نعرف الراجل ده بيجيب وظيفه لابني بيقدر يخلص لي حته ارض، ولا بيخلص لي مصلحه، ولا البني ادم ده بجد هيكون خايف على البلد وخايف على الناس وعايز مصلحه البلد. مش معنى اللي انا بقوله ان احنا ما ننزلش ننتخب، لا لازم ننزل ننتخب. المشاركه في حد ذاتها مهمه وهي واجب ايضا. ما جميل ان المشاركه في حد ذاتها مهمه وهي واجب، ولكن الحدوته مش فقط اداء الواجب. الحدوته النهارده انا لما انزل اشارك فيه لسه دواير ما اتفتحتش ولسه القاهره ومنتظرين. النهارده لازم انا كمان ابتدي اسال، ابتدي استقصى، ابتدي اعرف، ابتدي احاول شويه ابذل مجهود صغير صغير، لان حاله التباطؤ والتكاسل اللي عندنا النهارده في الفتره اللي فاتت دي كلها هتؤدي الى ان حالتنا هتزداد سوء اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وكل حاجه. اكيد. فاحنا النهارده محتاجين مجلس شعب يراقب اداء الحكومه، مجلس شعب يعرف ازاي يختار حكومه
تقدر تنفذ خطة، ومش خطة 5 سنين ولا 10 سنين، لا 25 و30 سنة. عايزين مجلس شعب بجد فاهم وواعي، مش عايزين هكس، زهقنا من الهكس. بشكرك شكرا جزيلا الإعلامي أسامة منير. الحقيقة يعني خلينا نبدأ دكتور من المكالمة بتاعة الفنان سامح السريتي. الموضوع طبعا حقيقة أستاذ سامح قال كذا حاجة مهمة جدا، وهي أن احنا وحضرتك يمكن هو أكمل على كلام حضرتك موضوع إحداث جو حوالين الحدث، ان الحدث ده مهم ولا لا. يوم ما كنا بنستفتي على الدستور 2014 كان هذا الحدث مهم جدا جدا، واحنا كنا شعرين باهميته. كله كان بيقرا الدستور، اللي ما بيعرفش يقرا بيخلي حد يقرا له، عايزين نعمل كذا. والله الناس كانت فاهمه ايه اللي مكتوب فيه. احنا عملنا حاجة تانية، ان دلوقتي لما طلعت مجموعات بعد لما استفتينا على الدستور وبسطنا على رأي أستاذ سامح وغنينا وسقفنا وعملنا كل الحاجات دي، بعد كده طلع نسأل لا ده احنا في مشاكل وعايزين نعدل ونعمل ومش عارفة، وده اصلا غير جائز لان احنا لسه يعني قرينا بس في حاجات كتيرة ما فهمناهاش هنا. فانا برتب حاجة على حاجة انا لسه ما عملتش بيها ومش فاهماها يا فندم. بالنسبة للدستور بالذات، الثقافة اللي بعض الناس بتحاول انها تتبناها، ان كل انجاز عمله الناس نحاول اننا نحسسهم اننا حاجة قليلة وحاجة غلط واحنا معلش لازم نعيده من اول وجديد. هقول احنا بقالنا 5 سنين في مرحلة انتقالية من 25 يناير كانت في 2011 11 12 13 14 بقالنا 5 سنين. مفروض اننا نبقى عارفين اننا في نقطة كده لازم نقف عندها وكفاية، لانه ما ينفعش اننا نعمل كل هذه الاستفتاءات والانتخابات على مدى 5 سنين نضيعهم من عمرنا ونقول فجاه هنصحى الصبح نلاقي 10 سنين ضاع لو احنا استمرينا بالمنظر ده. الدستور يوم لما كتب السيد عمرو موسى، وانا كان ليا ولا زال ليا شرف العمل معاه، قال انه الدستور ده هو يعني الافضل في الوقت اللي طلع فيه، وانا اول واحد ارى انه لابد ان يعدل. السيد عمرو موسى قال انه شايف انه اول تعديل انه لازم يرجع مجلس الشيوخ مش الشورى، وهو نفسه شايف كده وقال الدستور الأمريكي فيه 21 تعديل، ولكن بتجربة النص نشوف احنا محتاجين ايه ممكن نعدله. أي دستور في العالم يعدل هو مجرد عقد ما بين الدولة وما بين المواطن، ما هوش مقدس. ولكن اننا قدرنا نحقق ده، وانه رئيس الجمهورية يوم لما حلف اليمين وكل الوزراء يوم لما حلفوا اليمين بيحط ايده على الدستور ان هو يحترمه، ولابد كل المواطنين يحترموه، وحتى الإعلامي اللي بينتقد الدستور لابد ينتقده باحترام لان هذا الدستور هو البلد. ما انا بالظبط انا حاطه انظمه ولازم امشي على الانظمه دي طالما احنا بنطالب بدوله القانون. طيب احنا استاذ حضرتك معانا على الهاتف الفنان بيومي فؤاد. استاذ بيومي مساء الخير. مساء النور، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. نزلت انتخبت يا استاذ بيومي؟ لا انا القاهره. طيب شايف بقى الانتخابات ازاي؟ والله املنا فضلنا كبير، وفي الناس اللي مرشحه نفسها انه باذن الله يبقى زي ما احنا بننشد التغيير في كل شيء جوه البلد، كمان مجلس شعب يبقى جديد، ناس فعلا بتخدم الوطن وبتخدم الدوائر اللي بينتخبوا على اساسها وبتخدم شعبها. يا رب بس يكون الموضوع مش كلام ومش زي ما احنا قاسينا كتير. عندي احساس كده حتى من صورهم انهم الى حد كبير جادين، والحقيقه احنا في زمن دلوقتي ان ما كنتش انت جاد من انا اسف في اللفظ مش هيبقى بمزاجك. استاذ يعني بيومي انت جاد غصب لعقلك. بالظبط. انت مستني ايه من البرلمان؟ انت كفنان مستني ايه من البرلمان؟ انا كفنان مش مستني حاجه قوي من البرلمان الحقيقه. ليه يا فندم؟ الفن مش حضرتك شايف ان هو بيساهم في صناعه وجدان وثقافه الشعب؟ طبعا. طيب المفروض ان حضرتك طبعا بتنتظر حاجه من البرلمان ده؟ والله اختار البرلمان انه بس ما يتسواش الحابل بالنابل، ولازم يبقى في حد للحاجات الفنيه اللي كانت او فيلم سينما او مسلسل او حتى مسرح، غير راقي غير الحقيقه ما يوصلش لمستوى المشاهد الشرقي المسلم المسيحي اللي المفروض يتفرج عليه، فلازم يبقى يحصل توقف عن المواضيع دهيت. في حمله كبيره جدا ضد السبك الايام اللي فاتت دهيت، انا مش دفاعا عن السبك عنده افلام كويسه وافلام وحشه،
تمام، في غيره كتير جدا بيعملوا الحاجات دي. هي لازم يبقى خلاص، لازم تعمل قانون للموضوع يعني. انا اولادي دلوقتي ثانوي اعدادي ما بيسمعوش، كل ما شغلوا ام كلثوم راحوا يقولوا له اطفي الزفت ده، انا اسف الله نقوله كده تمام. هل واصلين لده وبيسمعوا هم كلام انا ما بقدرش اقوله؟ عندك حق. طيب انا بشكرك جدا فناننا الجميل طبعا استاذ بيومي فؤاد، وهرجع اتكلم في الشق الثقافي والفني دي بس دكتور احمد ارجع لحضرتك مره تانية. وعايزين برضو يعني احنا برضو عايزين نعلق على الكلام اللي اتقال، اللي اتصلوا بينا فنانين واعلاميين ومواطنين في نفس الوقت مستائين جدا من الموضوع عدم تثقيف الناس بالاعلام. يعني عدم التعليق المشترك ما بين الاستاذ سامح والاستاذ اسامه هو دور الاعلام. احنا للاسف الشديد الاعلام لم يقم بدوره في ان هو يقول للناس ايه هو دور مجلس النواب القادم. الناس ممكن تكون ما قرتش الدستور وما قرتش المواد الخاصه بمجلس النواب. الصوره التي تم تصديرها على مدى شهور طويله ماضيه ان مجلس النواب ده حاجه مش كويس، ان مجلس النواب ده هيعطل الرئيس، ان مجلس النواب ده وهو حق يراد به باطل ممكن ان هو يسحب الثقه من الرئيس، ان بالزبط. مجلس النواب ده هو هيبقى كله فلول او كله اخوان، او ان دولت ناس بتوع مصالح وزي ما قالوا اصل القوائم بتتخانق، اصل الاحزاب بتدور على مصالح وحسابات، اصل في ناس بنسترجاها تترشح وفي ناس مش عايزه تترشح، وفي نفس الوقت كل واحد يبان انه هيترشح لازم نهاجمه لحسن لو ترشح ممكن يعمل لنا مشكله. فهجوم هجوم 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 وتكسير وتجريف لكل الشخصيات. النهارده مش النهارده اليوم الثاني من الانتخابات. انا الراجل ده انا عمري ما اشتغلت معاه وما قابلتوش غير مرتين في حياتي. حمدين صباحي ما راحش انتخب لغايه دلوقتي. الراجل ده كان مرشح في الانتخابات الرئاسيه الماضيه. النهارده حتى مش عايز يبقى ناخب. يعني فجاه ونزل في جميع الاستحقاقات اللي قبل كده. يعني نزل على قوائم الاخوان وكان بينزل ايام حسني مبارك وايام السادات وكل حاجه. فجاه قرر انه ملوش فيها. طب ليه ما حدش سال حتى هذا الشخص مش عايز ينزل ليه؟ الفكره كلها انه الناس اتصدر لها انه المجلس ده حاجه اولا الحكومه مش محتاجاه، لانه ليس في الامكان ابدع من مكانه، اللي يقول غير كده يبقى بيطعن في الرئيس. كانما ان هو المطلوب. ازاي اللي بيقول كده يبقى بيطعن في الرئيس والرئيس نفسه طلع قال انزلوا ازاي؟ يعني انا عايز اعرف دي نقطه هنوصل لها، بس انا قصدي الصوره الاعلاميه المصدره انه ليس في الامكان ابدع من مكانه وليس لدى المجلس شيء ليضيفه. المجلس ده زي ما الضيف اللي قبليه كان قاعد بيقول بنكمل بيه الشكل الداخلي شكل. هو احنا اللي فارق معانا الشكل؟ لا طبعا. جهاز الدوله اللي بيشتغل بطريقه مؤقته وانتقاليه بقاله 5 سنين، وبالتالي الاقتصاد عمال يتردى والوضع عمال يسوء، محتاج ان هو يبقى فيه مجلس بدل ما رئيس الجمهوريه يتدخل بنفسه ويشوف ان في وزير عنده فساد وبنفسه يحيله للنيابه. في 600 واحد عليهم دور رقابي ان هم يمسكوا الراجل ده قبل ما رئيس الجمهوريه يشوفه. ولو وصل الامر ساعتها ان رئيس الجمهوريه هو اللي عمل كده يبقى ال 600 واحد دولت مقصرين في دورهم الرقابي. عندي دور كل دول ما بيشتغلوش كده يبقى رئيس الجمهوريه بيشتغل لوحده. عندي دور تشريعي. الحكومه بتحط القوانين والناس ما ترضاش عنها، لما يبقى مجلس بيحطها ويعمل حوار مجتمعي ويسال الناس قبل ما تتحط يبقى القانون الناس فاهماه وعارفاه وموافقه عليه، فما ينزلش يحصل عليه اضرابات. صحيح. عندي دور قومي. النهارده في البرلمانات الدوليه والاتحاد الافريقي ومفاوضات سد النهضه وحاجات زي كده في دور برلماني قوي جدا المفروض النايب يعمله. في دور خدمي. النهارده الناس وزارات يعني بتنزل مناشدات لناس مفروض انها تقدر توصل، بتنزل في الجرايد في الصفحات الاولى مناشدات لوزراء ولمسؤولين اقل من الوزراء لان هم مش عارفين يوصلوا لهم. فين دور النايب ان هو يكون حلقه ما بين المصانع والمواطنين والشركات والشغل اللي في دايرته وما بين السلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه كمان؟ طيب انا هحتاج من حضرتك شرح الموضوع، دور البرلماني الاقليمي او دور البرلماني المحلي، لان دول برضو نقطتين مهمين جدا واحنا رجعنا تاني لان الناس برضو مش عارفه الدورين دول ايه بالظبط. طيب احنا معانا تليفون مخرج كريم العدل. كريم الو. ايوه مساء النور، ازيك يا كريم؟ الحمد لله. الحمد لله. كريم طبعا يعني سؤالي ليك، انا عارفه ان انت اكيد متابع من امبارح العمليه الانتخابيه، شايف ايه يعني وتوقعاتك ايه؟ شايف ايه؟ شايف ان هي مش يعني ما اقدرش اقول عليها عمليه انتخابيه، عمليه انتخابيه كشكل كصوره. فكره الاقبال اللي مش موجود ده ما كانش حاجه يعني انا ما اتخضتش ومخضوض من الناس اللي شايفه ان الموضوع يخض. لا انتوا لو ما كنتوش شايفين ده من الاول يبقى دي مشكله كبيره.
انا واحد عندي 29 سنه، انا شاب صغير ما كبرتش يعني، المخرج دي خدتها بدري تمام. انا واحد عندي 29 سنه وحضرت الثوره دي من وهي 25 يناير مرورا بالمجلس العسكري مرورا بمرسي مرورا بتاع، كل الحاجات تخليني ما انزلش. انا ما نزلتش انتخب ومش انزل انتخب. ايه الحاجات تمام؟ اللي خلتك ما تنزلش؟ هل انزل انتخب ليه؟ انتوا بتقولوا الشباب فين؟ صح مش انتوا بتقولوا الشباب فين؟ ما تدوروا في السجون الشباب فين؟ الشباب في السجون يا اما مقتوله يا اما هاجرت يا اما عايزه تهاجر تمام؟ بعد ما كنا عندنا امل ان البلد دي تتغير. خلاص تمام. الناس بقت نازله او مش نازله وعارفه ان كده كده الموضوع محسوم من الاول، الموضوع معروف، الناس الانتخابات دي معموله عشان ناس معينه توصل المجلس. والمجلس ده هيبقى برضه هيظبط الحياه للفرعون او الاله او شبه الاله او نصف الاله اللي ما تكتب. ده ليه علاقه بالشق الاعلامي يمكن اللي احنا كنا بنتكلم فيه مع حضرتك يا دكتور احمد. ولكن برضه كان في تعليق على عدم نزول الشباب، بس رجعنا فيها بعد ما نتكلم في نقطه دور البرلمان. انا بشكرك جدا يا كريم، مخرج طبعا كريم العدل، شكرا ليك على هذه المداخله. طيب نرجع للدور البرلماني والدور البرلمان الإقليمي. الأول إحنا حضرتك كنت بتقولي إن دلوقتي الرئيس بيشتغل بيقول مثلا كذا 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 وبيشرف بنفسه على حاجات مش شغلته، زي ما الرئيس دلوقتي متولي السلطة التشريعية كاملة. ليه؟ لأنه لا يوجد برلمان، وهذا موجود في الدستور قدام حضرتك، فبالتالي الرئيس لابد إن هو بيقوم بالدور الرقابي تمام، وبيقوم بالدور التشريعي، والسلطه التنفيذيه بقى لان هو ما يقدرش يعمل كده لوحده، بتقوم بالدور الخدمي بقى كاملا مع غياب تام طبعا للدور البرلماني في التمثيل الدولي والاقليمي بتاعنا. لان احنا ما عندنا يعني عندنا المفروض يبقى فيه ممثلين في البرلمان الافريقي واتحاد البرلمانات الدوليه، والنواب بيقابلوا بعض في الزيارات. يعني احنا كل شويه جالنا اعضاء من الكونجرس، طب اعضاء البرلمان بتوعنا ما يسافروا يروحوا هناك؟ لا ما عندناش. ليه؟ لان ما عندناش، ما انتخبناهمش لسه، ما عندناش اعضاء برلمان حاليا. ايوه لا احنا ما كانش عندنا، بس انت بعد كده يعني هيبقى عند، لا قبل كده كان فيه يعني، بس ما كانش ليهم. لا كان ليهم، فتحي سرور ده كان رئيس اتحاد البرلمانات الدوليه على فكره لسنين. بس ما فيش وعي بقى المواطن ان دي مهمه، هو شايف ان ده مش مهم. لا هي مهمه عشان احنا يوم لما حصلت عندنا اللي ماشي في الشارع شايف ان انا مالي يعني. لما حصلت مشاكل بعد 30/6 واعتراف دولي باللي حصل في مصر وكده، احنا لجأنا للاتحاد الافريقي والجامعه الدول العربيه والمؤسسات اللي مصر عضو فيها، وكان وجودنا في الاتحادات وجالنا. يعني اول حاجه انا ما عنديش حد بيمثل البلد دلوقتي في المحافل دي البرلمانيه الدوليه طبعا. احنا في غياب لانه ما فيش سلطه منتخبه تمثل مصر في هذه المحافل. وده مهم، ده جزء من قوتك الناعمه واتصالاتك السياسيه، غير اتصالات السلطه التنفيذيه والخارجيه والسفراء والرئيس وادارته للسياسه الخارجيه مكمل ليه هذا الموضوع، وده مهم جدا 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 تمام. لانه طول النهار بيجيلك اعضاء مجلس عموم واعضاء كونجرس واعضاء من البرلمانات الافريقيه والعربيه. اللي رايح ينتخب عارف اهميه الحدث ده؟ ده في ناس اصلا ما تعرفش ان البرلمان ده دوره خارجي، ده جزء من الاربع ادوار للنائب. والناس فاكره ان النائب بينتخب علشان خاطر يسفلت الشارع، وده هو فعلا ده من ضمن ادواره. من ضمن ادواره بس انا بقول لحضرتك ان انا دلوقتي لما ابقى عارفه ان مفيش حد بيمثلني في بعض المحافل الدوليه، واجي اقول انا اصلا ده في مواطن ما يعرفش هنتخب على اساس ايه، ولما اشوف دعايه وناس بالمنظر ده، وده كان تحفظ ناس كتير عليها وحضرتك سمعت في التليفون، هم دول اللي هيمثلوني في المحافل الدوليه يا فندم؟ في منهم هيمثلوك في المحافل الدوليه، وهيطلع منهم سياسيين هيبقوا محترفين وان شاء الله هيبقوا كويسين بعد كده، بس نديهم الفرصه. انت موقفه الدوري بقالك سنين وبعد كده بتنزلي تلعبي، اكيد اللعيبه ما بتلعبش كويس. احنا لما الدوري وقف كام شهر الناس كلها كانت بتقول لك خلاص اللعيبه هتصدي ومش هينفع والكره هتبوظ. احنا البرلمان اللي هو الملعب السياسي الرئيسي بتاعك واقف بقاله 5 سنين عمره ما اشتغل بفعاليه في خلالهم، وبعد كده متصورين ان البرلمان هينزل يلعب اكنه بيلعب في كاس العالم؟ لا طبعا هيبقى فيه يعني تخبيط وشغل من التعبان شويه، بس بعد كده هيبقوا احسن. ده التحفظ عليه على قد ما احنا بنتحفظ ان هم مش شاعرين باهميته. يعني انا متحفظ ان يبقى في مشاكل وعادي جدا ان احنا بنخطو اولى خطواتنا في الديمقراطيه وكدوله قانون، بس ان انا ابقى مواطن مش عارف ايه وظايف البرلمان وايه اهميته، انا دي اللي يبقى فيها مشكله. وهل تم شرح ده للناس؟
لا ما تمش يا فندم. طيب انا بقول الاعلام زي ما الاستاذ اسامه قال قلب الموضوع من انه من حقك ان تعرف الى من حقك ان تدفع. انه دلوقتي بقى فعلا مش من حقي انا لما بروح انا بشتغل مع مرشحين كتير بقول له يلا نعمل مبادره او نعمل حاجه تغير شيء بحيث انه هو الاعلام يغطيها فنقدر نوصل لناس اكتر. يقول لي ليه ما انا اروح ادفع 15000 في البرنامج الفلاني او ادفع 50000 في البرنامج الاكبر شويه ويغطوها لي، وادفع 5000 وانزل على النيوز بار، وادفع 2000 ويذيعوها في الراديو وخلاص، القصه كلها باقل بكتير جدا من ثمن المبادره اللي احنا هنعملها. القصه بقت كده. لكن لو عملت مبادره وغيرت حاجات وطورت حاجه، لا محدش هيجي يغطيها. ليه؟ لان انا مرشح ومش هيغطوها الا لو دفعت. فبالتالي بيطلع برنامج خاوي ما بيقولش حاجه انا دافع عشان اطلع، فانا ما عنديش حاجه اقول عنه. ما بيركزش في هو هيعمل ايه على قد ما بيركز انا يعني عايز اركز في دعايتي اكتر. هو غصب عنه ممكن يعني يروح للناحيه الثانيه دي اكتر. ما هو مش فاهم يعني ايه اعلام. الاعلام هو عقد ما بيني وما بين حضرتك وما بين المشاهد. انا حدي لحضرتك محتوى كويس، حضرتك هيبقى عندك حلقه كويسه، المشاهد هيبقى عنده حاجه يحب يتفرج عليها. ومن خلال هذا الكلام اوصل رسالتي للمشاهد مش للاعلام. فبقى عندي ناس بتخاطب الاعلام بس، بتشوف حضرتك عايزه تسمعي ايه، مش عايزه اللي الناس عايزه تسمعه. اللي الناس عايزه تسمعه بقينا بنسمعه في مداخلات حاجات كده، ما بنسمعوش في المينستريم او الاعلام الحقيقي او اللي السياسيين بيقولوا. كل الاعلاميين بيقولوا ان هم بيأيدوا الحكومه، كل الاعلاميين بيقولوا كل السياسيين بيقولوا ان هم بيأيدوا الحكومه، كل السياسيين بيقولوا ان هم بيأيدوا الرئيس، كل السياسيين بيقولوا ان هم هيبقوا ظهير شعبي للرئيس، كل السياسيين بيقولوا ليس في الامكان ابدع من مكان. طب انت داخل تعمل ايه؟ انا داخل ايد. طب هل انت متصور ان هو لو الناس شايفه انك مش هتضيف حاجه او مش هتغير حاجه هنتخبك اصلا؟ هنتخبك. لو واحد طلع قال انا عندي خطه انه امنع الدولار انه يغلى، كل مصر هتنتخبه. لما احنا في اثناء الانتخابات كل يوم البنك المركزي عمال يعلي الدولار 10 صاغ، واكيد هو يعني انا عارف انه ده لازم يحصل لان احنا ما عندناش احتياطي كافي اننا ندعم الدولار اكتر من كده، بس ده عمال يحصل. الناس مهتمه بده اكتر بكتير من الانتخابات لان ده بيأثر على حياتهم. كل يوم ينزل يلاقي الحاجه غليت وهو بيشتريها، وبيلاقي ان هو في صعوبه في حياته اليوميه. مفيش حد من المرشحين جاروا ان هو يهاجم الحكومه في الموضوع ده، او على حد علمي يعني انا مش شايف، او اللي بيهاجموهم ما بيضغطوش اعلاميا او انه يقول انه عنده بديل او عنده حل انه هو يحل المشكله دي. الناس بتقرر انها تتجنب الحديث عنها عشان ما تقول ما عنديش حلول، مع ان في حلول غير تقليديه ممكن. اي يعني ده انا لما كنت في المدرسه في سنه 94 كانوا بيدرسونا حلول بتطبق في اليابان لمشاكل الاستيراد وكده، انا لغايه النهارده ما طبقتش في مصر. يعني 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 ما طبقتش ليه؟ ما فيش، ما وصلتش لحد مثلا. انا هقول لحضرتك يمكن حد يسمع مثلا الكلام ده، وانا في المدرسه سنه 94 كانوا بيقولوا لنا ان اليابان من اصعب البلدان للتصدير فيها اليها. ليه؟ لان اليابان عندهم قانون غريب جدا انه لازم المواد الغذائيه تحمل تاريخ دخولها لليابان مش تاريخ تصنيعها. تمام. فطبعا تروح تتاخر يومين ثلاثه في المينا، هو لا، لازم اليوم اللي تخش فيه هو اللي تتعمل. ونظر ان الحاجه بتبقى متغلفه فعلا، فالطباعه على العلب والحاجات دي بتبوظ ربعها، فربع اللي داخل باظ. ثم ان ده غالي جدا لانه بيتعمل في المينا في اليابان بشركه واحده، فبتيجي الحاجه الزياده من غير ما يحط عليها ضريبه ولا حاجه، لمجرد انه بيطبع عليها تاريخ الدخول بتزيد 25% عن الحاجه الياباني. فاصبح الاستيراد بتاع المواد الغذائيه مكلف جدا 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 ومتعب جدا جدا جدا. انت هنا عندك الفرخه المصري ثمنها مره ونص قد الفرخه البرازيلي لانك بسبب فرق العمله وكده. فبالتالي المستورد ارخص، فبتستوردي الفراخ والمصري اللي انت كنت بتصدري قبل كده بقوا بيقللوا انتاجهم بحيث انك انت ما بتكفيش السوق المحلي. استسهال الاستيراد، يطلع محافظ البنك المركزي ولديه كل حق يقول لك مصر اصبحت مكتب استيراد كبير. لا، في ميجرز بتتحط لا تتعارض مع اتفاقية الجات ولا تتعارض مع التجارة الحرة، بس تقدر تحميني في الحاجات الأساسية بتاعتي. طيب احنا معانا على الهاتف الفنان محمود عبد المغني. اي محمود، ازيك؟ ازيك، زي حضرتك وزي ضيوفك، وانا وسام بحضرتك، ويوم جميل ان شاء الله لكل المصريين، وينزلوا باذن الله ان شاء الله ويحققوا ان شاء الله حاجه كويسه. تابعت اللي امبارح ازاي يا محمود؟ والله انا نزلت وانتخبت وفي اقبال، يعني انا مش عايز بس عشان بس ما يبقاش في النغمه دي كانت موجوده قبل كده ايام الرئاسه وايام يعني فاهمه، في اقبال. لكن يعني هو فعلا
في شويه حاجات مش عايزين نهرب منها، في شويه اسعار كتيره، وفي شويه حاجات في شويه مشاكل كده محتاجه ايه شويه المشاكل دي اللي هي زي ايه يعني؟ لا في اسعار خضروات غريبه جدا، في حاجات كتيره جدا، في وفي، وده كله على المواطن اللي انتخب اللي نزل في الرئاسه واللي كان عنده امل في بكره. انا عارف ان هو لازم يبقى فيه صبر وعارف ان الموضوع محتاج وقت، بس في ناس ما الوقت بالنسبه لها يعني محتاجه اعصر من كده شويه، ناس بسيطه يعني محمود. في نفس الوقت في اختلاف شويه ما بين الانتخابات دي وانتخابات الرئاسه وانتخابات او النزول على استفتاء. هنا مرشحين ومين يعرف المرشح ده ومين ما يعرفوش، ومين يعرف البرنامج بتاعه ومين ما يعرفوش، فالموضوع هنا مختلف شويه. فمع الوقت ومع النهارده ان شاء الله، مع اخر يوم هتلاقي النهارده ان شاء الله النسبه اكتر بكتير من امبارح. تمام. بس انت يعني شايف ان الاقبال طبيعي بالنسبه لانتخابات البرلمان والعمليه الانتخابيه ماشيه كويس؟ طبعا ماشيه كويس، بس ما حدش بس يقارنها بالرئاسه وبالاستفتاء، لان ده حاجه وده حاجه تانية. يعني هنا انت عارفه انت رايحه فين وجايه منين، وعارفه في كم مرشح رئاسي، وعارفه انت رايحه تتخبي مين، والموضوع محدد بالظبط يا فندم. لكن هنا الموضوع يعني كبير شويه على المصريين، لسه شويه والله وفيك، فاعذريهم شويه يعني الموضوع مختلف عشان ما حدش يقارن ده بده بس. وعلى فكره الموضوع مش برضو عشان برضو ما حدش يربط ان الاقبال ضعيف شويه امبارح وما اعرفش النهارده ان شاء الله هيبقى اكتر، ما حدش يربطه باي بقى دعوات من حد بره مصر وما تنزلوش وما تعملوش، ده ملوش علاقه خالص، ملوش علاقه نهائي يعني، ده مش مربوط بده خالص. تمام. انا بشكرك جدا فنان محمود عبد المغني. يعني في كذا ملحوظه قالها يمكن محمود برضو ان هو نزل وراح انتخب وشايف ان العمليه ماشيه طبيعي جدا، وهو واعي كويس قوي ان ما ينفعش ان احنا نقارن ما بين ده وما بين الانتخابات الرئاسيه او البرلمانيه، نظرا لان انا هبقى هنا وهبقى محتاجه هنا قراءه اكتر وتثقيف اكتر. احنا ما فيش تثقيف سياسي خصوصا للشباب، يعني يمكن كنا في بدايه اليوم بنتكلم على موضوع ان ليه كبار السن نزلوا عشان ايه وليه الشباب ما نزلوش، وده بيوصلني برضو للكلام اللي قال المخرج كريم العدل، الكلام اللي بيتقال كتير جدا الشباب ما تنزلوش، ده مش بتاعكم، البرلمان مش هيعمل لكم حاجه، انتوا مش كل ده بيأثر عليهم، واحنا 60% من المجتمع شباب. ما زي ما بقول لحضرتك الصوره اللي صدرت انه ليس لدى البرلمان ما يقدمه. انا بسأل حضرتك اهو وانا مش مفروض اعمل كده، بعد ما البرلمان ينتخب ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيزيد بعد البرلمان؟ هنبقى دولة قانون، ودي بالنسبة لي كمواطن مصري مهمة جدا. دي حقيقة. هيبقى عندنا اكتمال لسلطات الدولة، هيبقى عندنا زي ما بقول لحضرتك 600 واحد ان هم يراقبوا الفساد اللي هو العدو الأول للدولة، هتتم مراجعة و يعني هو أكيد في حاجات تانية، يعني في أكيد درجات أخرى من الحقوق أحصل عليها كمواطنة مصرية، بس أهم حاجة اللي أنا بفكر فيه دلوقتي هو القانون. لان انا عايز اعرف انا دلوقتي ده حقي، ها عايز اعمل كذا، عايز احصل على حق من حقوقي، المفروض اعمل كذا عشان احصل على كذا، هو ده اللي انا بدور عليه بالظبط. لازم الناس تبقى عارفه اهميه البرلمان، ولازم الناس تبقى عارفه هتنتخب مين في البرلمان علشان يحقق لها كده. ولابد ان الاعلام يتيح فرصه للناس ان هم يعبروا عن ما سيقدمونه علشان خاطر الناس الثانيه تنتخبهم. الشكوى العامه ما نعرفش المرشحين، طب هننتخب مين؟ تركيز الاعلام على نماذج معينة علشان خاطر نقول ان هم وحشين في الانتخابات البرلمانية، وما ركزوش على ولا نموذج عشان يقولوا انه كويس. صحيح. للأسف الشديد. طيب دكتور أحمد، أنا عندي برضو حاجات تانية ونقاط هنقشها مع حضرتك، بس خلينا نروح لموجز الأخبار مع زميلتنا شيماء ونعود مرة أخرى مشاهدينا، ابقوا معنا. شكرا مها، أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز لأهم الأنباء. تواصل اللجان الانتخابية لليوم الثاني على التوالي استقبال الناخبين للتصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2015. وذكر بيان مقتضب لوزارة الداخلية إن أجهزة الأمن تكثف من تواجدها بمحيط اللجان الانتخابية ب14 محافظة والتي يجرى فيها الاقتراع بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك قبل بدء عملية التصويت في اليوم الثاني. قال الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية إن تطبيق غرامة التصويت البالغة 500 جنيه من شأن اللجنة العليا للانتخابات، وأضاف أنه إذا اللجنة كشفت بأسماء غير المصوتين وطلبت تطبيق الغرامة سوف يتم تطبيقها. أوضح أن نسبة التصويت التي أعلن عنها أمس تعكس عددا قليلا من اللجان التي تعتمد على القارئ الإلكتروني،
ولا تمثل الواقع بشكل تام. وأشار بدر إلى أن الانتخابات لم تشهد أي مخالفات قوية، وأن جميعها تركزت في تأخر فتح اللجان أو كسر الصمت الانتخابي، ولم تحدث أي أحداث عنف نهائيا، متوقعا أن ترتفع نسبة المشاركة اليوم الثاني. وحول الأوضاع الأمنية، تلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية من أجهزة الأمن بالفيوم بلاغا يفيد العثور على جسم غريب بلجنة في إطصاء، ولكن بانتقال قوات الأمن إلى مكان الواقعة تبين عدم وجود أي أجسام غريبة. وأوضحت في بيان صادر عنها أن الأمر مجرد شائعات لعرقلة الإقبال على اللجنة من قبل الناخبين. أعلنت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية في تقرير صادر عنها اليوم، أعلنت وفاة القاضي في لجنة رقم 11 بالمعهد الزمزمي بمركز جهينة التابع لمحافظة سوهاج دون التعرف على سبب الوفاة حتى هذه اللحظة، بينما نفت مديرية أمن سوهاج في بيان صادر عنها وفاته. أدلى الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري صباح اليوم بصوته الانتخابي في لجنة مدرسة هدى الشعراوي لغات كامل بالأسكندرية، وأكد مغازي أن المشاركة في الانتخابات واجب على كل مصري، مشيرا إلى أنه بانتخاب البرلمان سيكون قد تم الوفاء بالاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وبذلك تكتمل مؤسسات مصر الدستورية. ومن ناحيته، وجه هاني المسيري محافظ الأسكندرية تعليمات إلى هيئة النقل العام بأن تكون المواصلات العامة مجانية من الساعة 1 ظهر اليوم إلى 9 مساء، دعما لكل من العملية الانتخابية ونجاح الاستحقاق الثالث لاختيار البرلمان. وفي الجيزة، وقعت مشادات واشتباكات بالأيدي والتراشق بالألفاظ بين أنصار بعض المرشحين في دائرة البردشين اعتراضا على دخول وكلاء المرشحين من الشباب إلى مقار لجان مدرسة الشهيد عاطف اسلامبولي المخصصة للسيدات فقط، لكن قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين مقار اللجان فصلت بينهم قبل تطور الأمر، مطالبة الجميع باحترام قواعد العملية الانتخابية. كما طلب عدد من الأهالي الشباب وأنصار المرشحين بمغادرة مقار لجان السيدات وعدم الدخول للمتابعة نظرا لوجود وكلاء من السيدات. وفيما يتعلق بانتخابات المصريين في الخارج، أعلن السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن أن إجمالي عدد الناخبين في عمان والعقبة على مدار يومي الانتخابات بلغ 1067 صوتا، من بينها 74 صوتا باطلا. وأرجع السفير ثروت انخفاض عدد الناخبين مقارنة بإجمالي أعداد أفراد الجالية المصرية المقيمة في الأردن إلى عدة أسباب، منها تواجد عدد كبير منهم في مناطق نائية ويصعب عليهم الحضور سواء في عمان أو في العقبة. وفي لندن، حيث أعلنت السفارة المصرية برئاسة السفير ناصر كامل مساء أمس الأحد، أعلنت الانتهاء من فرز الأصوات الناخبين المصريين المشاركين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تمثل المرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة المستقبل والتي بدأت بالدستور ثم الانتخابات الرئاسية. وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 280 ناخب، بينهم 276 صوتا تصحيحا وأربعة أصوات باطلة. وإلى واشنطن، حيث أعلن السفير ياسر رضا سفير مصر في الولايات المتحدة نتائج فرز أصوات أبناء الجالية المصرية المشاركين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي جرت بمقر السفارة في العاصمة الأمريكية يومي السبت والأحد الماضيين. وقال السفير رضا إن عدد أصوات الناخبين بلغ 246 ناخب في 24 دائرة انتخابية فرعية في 6 محافظات. نهاية الموجز مشاهدينا، شكرا لطيب المتابعة وعودة للزميلة مها. شكرا شيماء. دكتور أحمد، برحب بحضرتك مرة تانية، وتوقفنا عند موضوع الشباب. في ناس في الانتخابات مدركة لحجم الموضوع وناس غير مدركة، ده يخليني أسأل أنا ليه عندي التقسيم العقلي ده؟ يعني ليه ناس بتبقى عارفة أن الحدث ده حدث مهم وناس تانية عارفة أن الحدث ده مش مهم؟ ليه في ناس عارفة وناس مش عارفة؟ ليه في ناس ضغطة كده يعني؟ أول حاجة، أنا في نقطة في واحدة من المداخلات لازم أركز عليها، أنه فعلا لو نسبة المشاركة قلت فده ليس نتيجة حملات مقاطعة أو أي حاجة من دي. اللي بيقاطع ده بيبقى عنده هدف سياسي من وراء الموضوع. كتير من الناس اللي ما راحوش النهاردة ما راحوش مش عشان هدف سياسي، بس تقدري تقولي حالة عدم اكتراث بالمشهد، لأنه مش حاسس أنه هيغير شيء لما يتم إعلامه بأن ده هيغير شيء.
وهيغير شيء في حياته، لانه عنده تجربه في السابق ان مجلس الشعب ده انه هيبقى احدين بيقولوا كلام غير مفهوم بالنسبه للمواطن، بيروح المواطن يطلب منهم حاجات كتير جدا مش بتتنفذ. وكنا بنشوف جلسات مجلس الشعب بتذاع زمان ايام النظام القديم ومحدش كان بيعرف ده في ناس كانت يعني بتشوف الجلسه بتغير القناه يا فندم، ما كان فعلا في عدم اكتراث. انا مش مستغربه لما الاقي ده دلوقتي، ده يعني هم هيعملوا ايه؟ ما هو فعلا زي ما حضرتك بتقول ما هو فيش حد فاهم. لا بس في 62% من الناخبين نزلوا بعد 30 سنه من الجلسات اللي حضرتك بتقولي عليها دي، نزلوا شاركوا في الانتخابات. ما هو ده كان تفسيره ان هم كانوا كان يعني يمكن كان في ضيف في بدايه اليوم معانا كان بيقول ان تفسيره ان الناس اللي فوق الستين سنه اللي نزلوا دول كانوا شافوا حاجه زي حرب اكتوبر مثلا، فحسوا ان في حاجه هتتاخد منهم، فلا انا هنزل. انما جيل الجديد هو ده عباره عن ايه؟ ان الناس كانت فاهمه ان في حاجه كبيره جدا بتحصل. الاعلام بقاله يومين بيعمل حملات في التلفزيون انه ده اهم برلمان في تاريخ مصر. الحقيقه انه ده مش سطر في الاعلان، ده حقيقه، هو من اهم مجالس النواب في تاريخ مصر فعلا ان لم يكن اهمهم، وهيعمل حاجات كتيره جدا. في جمله انا يعني لازم يعني زي حرب اكتوبر، هي مصر اتيحت ليها فرص قليله في تاريخها وللاسف الشديد اضاعت هذه الفرص بعد ثوره يوليو وبعد فرص 6 اكتوبر وبعد 25 يناير، اننا نبقى دوله يعني في المكان التي تستحقها، وانه الاجيال اللي بعدينا تعيش في بلد احسن من اللي حصلنا عليها من الاجيال اللي قبلينا. البلد دي فعلا تستحق احسن من كده. احنا جربنا وعملنا فجوه كبيره جدا ما بين الجيل ده وجيل ده. جربنا لستين سنه حاجات كتيرة جدا، واستقرينا فعلا كبلد انه الحل الوحيد انه هذه البلد تكون قادرة انها تنهض، انه تبقى مؤسساتها مكتملة، وان يبقى ليها بناء ديمقراطي حقيقي، وان كلنا نشتغل مع بعض علشان خاطر نبني البلد دي. رئيس الجمهورية وهو رجل انا فخور ان انا انتخبته، قال انا مش هقدر اشتغل لوحدي، هو قالها كده. لانه بس هو بالفعل لغاية دلوقتي بيشتغل لوحده يا فندم. وهل هو يستطيع ان يستمر هكذا للابد؟ اكيد لا. هو اصلا هل هو محتاج حد يساعده؟ اكيد اكيد. زي ما قلت لحضرتك، هو حصل فساد في احد الوزارات ورئيس الجمهوريه بنفسه تدخل. لو كان في مجلس فيه 600 واحد بيراقبه كان مسكنا الفساد اللي في الوزاره دي واللي في الاداره دي وفي المصلحه دي، وعرفنا اننا نوصل البلد لانها تخلص من نسبه كبيره من الفساد اللي هو اكبر عدو لينا. الدور الخدمي للنايب اللي هو ناس كتيره بتهاجمه وتقول لك نواب الخدمات. نواب الخدمات؟ طب ما انا محتاجه نائب خدمات، يعني محتاج إيه محتاج هذه الخدمات؟ اذا كنت انا محتاجه له، يعني انا كمواطن انا محتاج يبقى عندي نائب خدمات، امال هعيش ازاي؟ هقول لحضرتك حاجه، في ربط في الديمقراطيات العريقه كده ما بين ان انا بدفع ضرائب وان حد يمثلني. يمثلني انا مش انا بدفع ضرائب، من حقي حد يمثلني بالزبط. في البرلمان، ولو انا بدفع ضرائب ومحدش بيمثلني مش عشان ما اجيش زي زمان اقول الضرائب اللي انا بدفعها دي بتروح فين بالظبط، وعلامه استفهام يا جماعه الضرائب بتروح فين؟ طيب ما انا عايز اعرف الضرائب بتروح فين، فبالتالي المفروض ان النائب ده انا بروح اساله انا دفعت ضرائب، انا ليا حق في الشارع ده ان هو يكون مش مكسر، ليا حق في المواصلات دي ان هي تكون ادميه، في ليا حق في كذا ان هو يكون كذا، انا دافع ده يعني انا وهذا النائب متشاركين في حاجه بالظبط. انا كنت في بولاق من فتره وبعدين الشارع كان مكسر جدا جدا، وهناك حضرتك عارفه في محلات كتيره جدا جدا جدا. فيعني كنت بشتكي السواق فبيقول لي فبقول له يعني الشارع مكسر جدا وبتاع، قال لي طب انا عايز اسال حضرتك يا دكتور، كل المحلات دي دول بيدفعوا ملايين ضرائب، ما لم يشفع لهم ان الشارع ده يترصف؟ وتيجي شارع تاني كله بيوت ما بتدفعش غير قروش ضرائب وتلاقيه بيترصف كل سنه. هم برضو الناس لو لقت نايب عندهم وقالوا له هذا الكلام يعرف انه حقهم كده في الخدمات الاساسيه، ولو ما نفذوش بقى يتحاسب ويتحاسب بشده، والمجالس المحليه اللي بعد كده تتحاسب اكتر واكتر على هذا. لانه النايب لازم يخدم اهل دايرته ويمثلهم، لازم يخدم البلد ويبقى رقيب على الفساد اللي فيها، ولازم يكون مشرع ومش لازم يكون صانع قانون، عشان بص بقى الاصوات اللي تقول لك لازم يبقى ناس بتفقه القانون، مش هننتخب 600 واحد من كليه الحقوق، فلا طبعا لازم يكونوا مشرعين ومعاهم معاونين من الناس اللي بتفهم في القانون عشان صياغه هذه القوانين، لكن دوره كمشرع انه يوصل الناس عايزه ايه. ولازم يكون برضو ان هو ليه دور قومي، ان في معاهدات دوليه البرلمان ده هيصدق عليها، في اتفاقيات دوليه ليها علاقه بميه وحدود وحاجات كتيره جدا،
وسلاح وامن قومي واشياء اخرى وموازنه عامه لازم يوافق عليها. فلازم يبقى عارف ان قدامه مهمه كبيره جدا وان هو قد المهمه دي ويوصل للناس ان هو قد هذه المهمه. وكل واحد مستني من البرلمان حاجه. قد تكوني حضرتك مستنيه كل الاربع مهام اللي انا بقولها دي لكن قد يكون ناس بسيطه جدا في حياتهم مستنيين ان هو يقول لهم هيعمل ايه في قانون الخدمه العامه اللي هم حاسين ان هم سيفقدهم وظائفهم ويسهل ان هم يترفضوا وياخدوا جزاءات ويتخصم من مرتباتهم. ودولت ناس كتير. مين اتكلم في هو هيعمل ايه في الحاجات اللي زي دي؟ الناس بتتكلم هنوافق على ال 200 قانون اللي اتعملوا في المرحله الانتقاليه على بعض. الناس اللي متضايقه من ده يا دكتور، ما انا برده مش عايز يعني برده مش عارفه اوصل لنقطه الناس اللي كانت متضايقه من ده. انا مع حضرتك ان في مشاكل حصلت في الاعلام قبل كده والمرشحين ما قالوش البرامج بتاعتهم، بس انا لغايه دلوقتي عارفه ان المصري بيبقى عنده وعي ان البرلمان يعني هتحل مشاكله اللي على الارض، يعني احتكاكه بالناس دي واحتكاكه بالشارع. انما انا ازاي ابقى عارفه كل الكلام ده ويجي رئيس الجمهوريه يقول يا جماعه انزلوا انتخبوا وانزلوا شاركوا في البرلمان وفي الاخر ابص الاقي كده؟ يعني طب ازاي؟ انا هقول لك حاجه، انا اعرف اتنين مرشحين مش هقول اساميهم لان احنا في فتره صمت. واحد فيهم عمل فكره انه يحل مشكله الانتظار في القاهره لو حضرتك سافرتي بره في جراجات معدنيه بتتعمل عده طوابق، ممكن مساحه لتسع عربيتين تسع 14 عربيه. وعمل الفكره دي انه الجراجات دي تتصنع محليا الهياكل المعدنيه بتاعتها في المصانع الحربيه. ومع دراسه اخرى لتحويل الطرق لمحاور قال لك انا ممكن اخلي زمن الرحله داخل القاهره ينخفض بمقدار 75%. عظيم. دي حاجه هتاثر على حياه الناس ولا لا؟ اكيد. بتاثر على حضرتك كل يوم ولا لا؟ اكيد. تحبي تعرفيها ولا لا؟ احب اعرفها بس ما عرفتهاش لسه، عارفاها منك. طيب دلوقتي انا جيت ان انا اغطي الموضوع ده اعلاميا اتقال لي لا اصله مرشح عايز يطلع يدفع 100,000. هل ده صح؟ لا. مرشح تاني احنا عندنا مشكله كبيره جدا في القمامه. القمامه كانت ماشيه كويس في جامعاها لغايه لما الدوله تدخلت وادتها لشركات، فبقوا الزبالين وشركات القمامه بيتخانقوا على القمامه وبقت مرميه في الشارع. اوكي. فقال لك انا عندي حل ان انا اعين الزبالين اللي كانوا شغالين دولت واشتغل معاهم واعمل مصنع ياخد منهم ويعمل اعاده تدوير للقاهره ويحل المشكله دي تماما. طيب. اوكي. وجاب مستثمرين سعوديين يمولوا الموضوع، مش هيكلف الدوله لا اي شيء، بالعكس هيخش لنا دخل. والناس بدل ما هتدفع فلوس في الكهرباء انها القمامه تتجمع، الناس هتحصل على اكياس القمامه دي مجانا بالوان مختلفه عشان يحطوا فيها يفرزوا القمامه من البيت ويحل المشكله دي. هل ده مشروع كويس؟ هل ده الناس تحب تعرف عنه؟ اكيد. بس ما ينفعش يطلع في الاعلام لانه مرشح. اللي بيطلع واحد ليس لديه اي شيء يقوله، بس هيدفع ثمن الحلقه ويطلع يقول انا رمزي الانتخابي كذا زي الاعلان وخلاص. هو ده المطلوب ان الناس تعرفه ولا مش مطلوب؟ لو انا صدقيني لو الناس عرفت ان في حد بيحاول يعمل حاجه، مش ضروري تكون حاجه كبيره جدا على تغيير سعر الجنيه، حتى حاجات صغيره تحل مشاكلهم الحياتيه ممكن ان هم ياثر على قرارهم، لكن لا احد يعلم هذا. ليه؟ لان هو الحلقه المطلوبه الدور الاعلام انه يعملها ما بقاش بيعملها. لازم ان دور الاعلام ان هو يوعي الناس بالحاجات اللي الناس عايزه تعرفها. هو يعني انا مع حضرتك طبعا دور الاعلام توعوي في المقام الاول. توعوي ومعلوماتي وخدمي، يعني احنا دلوقتي قاعدين بنادي هذه الخدمه ان انا بعرف المواطن ايه حقه وايه كذا كذا كذا. بس انا يمكن في استوقفتني كمان نقطه هرجع يعني ارجع لها مره ثانيه في مكالمه اسامه منير، ان فندم هو بيقول انه لما شاف بعض الدعايه خاصه بالمرشحين يعني ما اقتنعش. ما هو الدعايه نوعين، في نوع حاطط صورتي وحاطط الرمز وفي نوع ان انا بوصل للناس انا ممكن اعمل لهم ايه لو انتخبتوني هغير لكم ايه. لازم الناس يعني بالذات في المستويات الثقافيه المرتفعه اكتر مش الاجتماعيه، يعني في ناس بسيطه جدا لكن ثقافيا مستوى مرتفع لازم يقتنعوا بالشخص. يعني مجرد الاستقطاب انه يتقال اصل ده هو ضد الاخوان، اصل ده هو مع الحكومه، ما كل الناس كده دلوقتي او معظم الناس كده. طب ماذا ستقدمه؟ يعني انا يعني احنا محتاجين نعرف انت هتعمل ايه، ايه اللي انت ممكن تغير حياتنا بيه. الحياه فعلا بتزداد صعوبه نظرا لصعوبات الاقتصاد. انا راجل فاهم ليه الاقتصاد ماشي في السكه دي وانه ان شاء الله الامور هتبقى احسن بعد كده تدريجيا طبعا مش فجاه، لكن الناس حاسه ان حياتها بتزداد صعوبه. طب وفي نفس الوقت بتسمع بعض الحاجات والاتهامات عن الفساد وعن الاهدار وعن انه في بعض المشاريع لا تدار بكفاءه وكده. طب هل حد بيطرح حلول لهذه المواضيع؟ بنتكلم على انه البطاله،
يعني انا كده تناولت يعني او احنا تناولنا هذا الاستحقاق بطريقه مش صح. مش صح. كمان المرشحين تناولوه بطريقه مش صح. صح خالص، لانه المطلوب من المرشح انه يوصل للناخب رساله وليس تكرار كلام. يعني قول حاجه جديده، يعني انا النهارده جاي اتكلم على الاعلام. المطلوب انك توصل رسالتك للناس عن طريق الاعلانات وعن طريق الحوارات الاعلاميه والتلفزيونيه، عن طريق اللقاءات والمؤتمرات الجماهيريه والشغل على الارض، توصل رساله ايه اللي انت هتعمله. المؤتمرات الجماهيريه دي مهمه قوي، سالنا عليها كذا حد والله يا دكتور، يعني قالوا لنا ما كان في ناس وخصوصا الاحزاب ما كانتش بتعمل مؤتمرات جماهيريه خالص، فبييجوا يسالوا قول لي كده الاحزاب اللي موجوده عندك. ما الاحزاب ضعيفه جدا. طب مين دول؟ ما اعرفش. طب قاعدين يعني في اصل مقرهم فين؟ ما اعرفش، وعارف اسمه بس. الاحزاب احنا عندنا 100 حزب وكلهم ضعاف جدا، 100 اكتر 100 وحاجه، بس هو القانون يعني كل يوم القانون بيطلع. الانتخابي شجع انه يكون معظم المجلس من المستقلين الغير منتمين الاحزاب، وده شيء القانون يعني حط القانون اقول لك شكل المجلس ايه، فهم حطوا القانون بحيث انه ده هو تكون النتيجه النهائيه كده. تمام. لكن لما تحط مثلا القانون بتاع الانتخابات 2012 شجع ان المجلس يبقى معظمه من الاحزاب، وفعلا كان في احزاب حاكمه في البرلمان وقتها، لانه شكل القانون كان كده مش عشان هم جامدين. لو كان القانون الحالي اتحط سنه 2012 كان معظم البرلمان بقى من المستقلين وليس من الحريه والعداله والنور. هو اللي شجعهم من القانون ساعتها كان بدي نسبه كبيره للقوائم النسبيه، فدي بتشجع الاحزاب جدا. عشان نتكلم على الحملات بس، احنا عندنا رساله، الناخب عند المرشح عنده حاجه يقولها للناخب. لازم يبقى عنده 6 حاجات في الحمله عشان خاطر الحمله دي تبقى ناجحه. اول حاجه ان هو يبقى عنده اداره للحمله، دي زي ما تكون بتعمل شركه، لازم حد يدير، ما ينفعش مرشح يدير حملته، لازم ان هو يبقى عنده حد متخصص. بالظبط، حد متخصص في الاداره. هم كانوا في بعض المرشحين كانوا بيجيبوا ناس يديروا الحمله، يعني ما بتفهمش في الانتخابات اصدقائهم. يعني بالظبط، لازم ان هو يبقى عنده رؤيه. رؤيه دي ايه؟ انا محتاج 600 برنامج ل 600 مرشح. لا، يبقى بنهزر. احنا عندنا برنامج الرئيس انتخب على اساسه وخد 98%، البرنامج ده الرئيس ملزم بتنفيذه لان هو قدمه للشعب والشعب وافق عليه. تمام. يبقى انا دوري كمرشح مش ان انا اعمل برنامج مختلف. وما تبقاش اصل الزمالك راسماليه وامبابه اشتراكيه واسكندريه اسلاميه، لا ما ينفعش الكلام ده. لازم عندنا رؤية الشعب توافق عليها واستفتي عليها ووافق عليها في برنامج الرئيس. البرنامج بتاع الرئيس ده هطبقه ازاي في دايرتي؟ هو بيقول مثلا التأمين الصحي بطريقة معينة. نشوف ايه اللي في دايرتي يتطبق ازاي. هو بيقول مثلا التعليم لابد اننا نعمل كذا، شوف في دايرتي يتطبق ازاي، واقدم الرؤية دي مع الخط العريض المرسوم اللي في البرنامج اللي متوافق عليه، من مش مطلوب ان انا اغير فيه طالما الناس وافقت عليه. مع طبعا ما يتفق مع الدستور، يعني الدستور وبرنامج الرئيس بيتكلموا على زيادة ميزانية الصحة، فلابد ان انا امشي على نفس الخط، ما اجيش انا اقول لك لا بقى ده احنا هنخفض ميزانية الصحة. يعني لا يعقل. طبعا اكيد ما فيش مرشح هيقول كده، بس انا يعني بحط لا، قالوا حاجات مشابهة زي مثلا انا هرفع الحصانة، انا هعمل مش عارف ايه. انت يعني ازاي؟ ما هو ده جري ورا الاعلام وليس جري ورا اللي الناس عايزاه. الاعلام هاجم الحصانه عشان خاطر في ناس اساءت استخدامها، لكن الحصانه دي موجوده. الحصانه دي مهمه اعتقد. الحصانه دي موجوده عشان انا كنايب اقدر اجيب اكبر حد ممكن استجوبه وما اخافش منه. هو انا يعني كنايب هقدر اجيب وزير الداخليه اساله حتى حاجه في التليفون لو انا عارف ان هو وانا خارج من البيت ممكن يقبض عليا؟ لا، بس عشان اقدر يبقى المؤسستين مكتملين وبيكملوا بعض لازم حاجه يعني حاجه تحمي مثلا. بالزبط. يعني بالظبط. وانا لو اسات استخدام الحصانه في اليه لرفع الحصانه. في اليه لرفع الحصانه، والمجلس يقدر يرفع الحصانه عن اي عضو إن كان ان شاء الله رئيس المجلس. تمام. لكن طيب، مجرد التنازل عنها ده غلط. صحيح. دي كانت تحت النقاط برضو اللي يعني ناس كانت حتى بتطالب بيها، بس برضو مش هرجع الخطأ لينا ليهم للي بيقولوا كده، أنا هرجع الخطأ لينا احنا مرة تانية. طيب، معانا على الهاتف دكتورة أماني طويل خبيرة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتورة صباح مساء الخير. نور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. عايزين كده قراءة سريعة للمشهد الانتخابي امبارح والنهاردة يا فندم، وتوقعاتك إيه لنهاية هذا اليوم؟ فضل. الحقيقة نقدر نقول ان نسبة الاقبال نسبة يعني ما نقدرش نحسمها، لكن لحد دلوقتي اقل من المتوسط.
الشرايح الجلية اللي راحت تمارس حقها الانتخابي هي شرايح تقريبا من فوق 40 سنة مش تحت 40 سنة. في وجود هائل للمرأة، في قرارات اقتصادية اتخذت وقت الانتخابات وبالتالي ساهمت بشكل أو بآخر في إحجام بعض القطاعات عن المشاركة، لأن باختصار الناس مش عارفة لقمة عيشها رايحة فين. يعني إحنا لحد دلوقتي بعد تقريبا سنة وشوية من 30 يونيو الناس العادية السواد الأعظم من هذا الشعب مش عارف الدنيا هتغلى عليه قد إيه وإزاي، وخصوصا مع التخفيض المتوالي للجنيه المصري. عدم وضوح الرؤية طبعا بيساهم في التراجع. المسألة الأساسية هي عزوف الشباب، وعزوف الشباب في مجمله له أسباب سياسية مرتبطة بطبيعة الحالة الديمقراطية في مصر، طبيعة الحريات العامة في هذا التوقيت، وجود يعني بقات من الشباب مسجونين، منهم ناس بطريق الخطأ، يعني لم يحسم هذا ملف الشباب والدولة لم يحسم بعد. كل دي أسباب الحقيقة، وفي سبب أساسي كمان أن العملية الانتخابية نفسها تمت بعد فترة طويلة، كان المفروض تتم في مارس وبعدين تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب الصعون الانتخابية، فبرضه حماس الناس قل. المسألة الأخيرة ربما هي فكرة أن النواب نفسهم مش فاهمين يقدموا نفسهم إزاي للناس في فترة الدعاية. يعني معظم النواب كما لاحظت ما عندهمش برامج انتخابية، ما عندهمش خلفيات سياسية، ما عندهمش سابقة عمل سياسي، وبالتالي الناس برضو رايحة الدوائر بيسألوا بعض ننتخب مين ومين أحسن من مين. يعني فدي كلها مشكلات الحقيقة. وبعدين حتى القوائم، مش كل القوائم نازلة في كل الدوائر، يعني جميل. في بعض الدوائر في قوائم معينة وفي دوائر أخرى في قوائم أخرى، وبالتالي كل ده يعني عمل نوع من أنواع يعني الارتباك كمان في ممارسة العملية الانتخابية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التحليل دكتورة أماني طويل خبيرة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. طبعا هاخد آخر تعليق قالته دكتورة أماني، وقالت إن استكمالا لكلام حضرتك قبل المداخلة كان إن دكتورة أماني بتقول إن المرشحين برضو مش عارفين يقدموا نفسهم بطريقة هو مين بيشرف على الدعاية دي؟ ما زي ما بقول حضرتك، هي الأساس اللي هو الخطاب السياسي أو الرسالة اللي هو عايز يقولها، كل اللي بعد كده هي وسائل علشان خاطر أوصل الموضوع ده للناس. قلنا لازم يبقى فيه مدير حملة، لازم يبقى فيه إعلام وإعلان، وهم منفصلين تماما. في فرق كبير جدا ما بين الإعلام والإعلان، أنا عارف إن هم يعني بيتم خلطهم بس مختلفين. وفي حاجة تالتة مهمة جدا اللي هي شبكات التواصل الاجتماعي والاتصال اللي هو اللوبينج، الاتصال السياسي على مستوى يعني نطاقات النفوذ في الدائرة بتاعته. الشباب، أنا لو سألتك إيه أهم وسيلة في كل اللي أنا قلته ده علشان خاطر أوصل، وفي الأرض أنصيت الأرض اللي هي المؤتمرات الجماهيرية والشغل والأعداد والحاجات اللي زي دي، أقرب وسيلة للشباب التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بتنمو نمو كبير جدا 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 جدا. نقدر بس نقول دي تحديدا ما فيش اشراف عليها، واي حد بيعوز حاجه بيقولها، واي حد عايز يقول اشاعه بيقولها، اي خبر مغلوط في مصلحه فلان لعلان فيها عصابات، فيها مافيا، فيها هاكرز، ده انا ما اقدرش اعتمد بشكل اساسي على ده. انا ما اقدرش اعتمد بشكل اساسي على ده، بس دي من الركائز الاساسيه بتاعه حملتي الانتخابيه. ولو انا تجاهلت ده علشان انا خايف منه او خايف من اللي حضرتك بتقوليه ده، يبقى انا خسرت شريحه كبيره جدا ما بيتوصلهاش غير كده. انا في ارقام مهمه جدا، انه 45% من الناخبين ممكن يكون التلفزيون هو المؤثر بالنسبه لهم، 25% الراديو، بالذات الناس اللي في الشريحة صناعة القرار اللي هي من 30 ل 50 دي في فترة الذروة معظم الوقت بيبقوا في عربياتهم، الراديو مهم جدا بالنسبة لهم. 25% من الناخبين اللي هم تقريبا معظمهم شباب بيتوصل لهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وفقط 5% من الناخبين بيتوصل لهم عن طريق الجرائد المطبوعة اللي هي تكلفتها عالية جدا وتوزيعها محدود جدا في مناطق معينة
ومعظم ال 5% دولت من الشرائح الاكبر سنا اللي هم شاركوا في الانتخابات. طيب بالنسبه بقى للمؤتمرات اللي المفروض تتعمل لتعريف يعني المواطن بالبرامج الانتخابيه وتاريخ المرشح وهو مين وبيعمل ايه وعايز يعمل ايه بالزبط. الكلام ده تاثيره بنسبه قد ايه اصلا؟ هو حصل ولا ما حصلش؟ على حسب الدائره اول حاجه. يعني في الصعيد حصل طبعا، الصعيد وضعها تاني لان يعني دي دي نص البلد. بس هقول لحضرتك في الصعيد يعني حصل طبعا وفي الدوائر الريفيه اكيد حصل طبعا. في الدوائر الحضريه الموضوع بيختلف. عندي دايره مثلا زي مثلا قصر النيل فيها الزمالك وفيها بولاق. عندك دايره زي مدينه نصر فيها شارع عباس العقاد وفيها عزبه الهجانه. عندك دايره زي مصر الجديده فيها ميدان الجامع وعزبه المسلمين وفي مناطق يعني اكثر رقيا. الخطاب اللي بتخاطبي بيه المنطقه دي غير المنطقه دي. حضرتك يعني بره الهواء كنت بتقولي لي كان في عربيات بتلف في المهندسين بميكروفونات بصور بحاجه مزعجه جدا لدرجه الناس طلعت تزعق من الشباك. حقيقي حصل. فعلا يعني هي واثرت استياء الناس. الناس اللي قاعده بتقول هو بيقول ايه، احنا مش فاهمين مين ده بيقول ايه اصلا. لا ده لو طلع الكوبري ونزل في ارض اللي هيبقوا فرحانين بيه جدا، لان هو الناس هناك بتسهر وبيبقى في قهاوي في الشارع وبيبقى في قعدات ومفيش مشاكل خالص. فطبقا للمكان اللي انا فيه ممكن تختلف الدعايه والشغل على الارض. فانا ممكن اعمل شادر كويس جدا جدا في امبابه وناس تجيلي وتسمعني وده يبقى مقبول جدا، لكن انا ما اقدرش اعمل الكلام ده في شارع ابو الفدا مثلا في الزمالك اللي هو في نفس الدايره. لا لو رايح الزمالك هم عاملين مكان مقر عايزين، يا ريت ده عاملين مناظرات ما بين المرشحين في مكتبه مصر اللي موجوده في الزمالك دهيت علشان خاطر يقرروا ما بين المرشحين. فده طبقا لاختلاف الثقافه ما بين الدايره والثانيه، فدولت قاعدين في مكتبه ودول قاعدين شارع في الشارع، ودولت ناخبين محترمين لهم تقديرهم ودولت ناخبين محترمين لهم تقديرهم. ولازم المرشح ما يتعالاش على الناخبين، يعني يروح لدولت في المكان اللي هم عايزينه ويروح لدولت في المكان اللي هم عايزينه. ويروح بقى يقعد في نادي الجزيره وفي نفس الوقت يروح يقعد على القهاوي في بولاق وفي ماسبيرو وفي الحتت دي. ده لو عايز يوصل لاهل دايرته. وكذلك بالنسبه للدوائر الثانيه لازم ان هو المرشح يروح للناس مطرح ما هم عايزين، مش يحاول ان هو يفرض عليهم حاجه لا تتفق مع ثقافتهم. لو هو عامل شادر في الزمالك ما حدش هينزل له. ممكن بقى يجيب له ناس من بره تروح له، وده يعني هيبقى مش مقبول. لا يعني لا احنا كده دخلنا في مشكله يعني او تجاوز يعني. تمام. طيب انا برضو في كان عندي سؤال مهم جدا خاص ب الثقة بقى اللي بعد كده، يعني كيف في ناس كتير بصراحة كانت بتسألنا في الشارع بعد ما انتخب كيف أضمن ثقتي إن هي تفضل موجودة في هذا المرشح؟ أول حاجة مفيش حاجة اسمها ثقة في شخص. أنا ما بنتخبش الشخص ده. هم كانوا متعودين من زمان إن هم تبقى الثقة في الشخص. لا ده لا أنا ما بنتخبش الشخص ده علشان خاطر أسلمه أمري وأنسى الموضوع. هناك دستور وهناك قانون، ولو خرج عنهم لابد وان تتم محاسبته بالاليات القانونيه المتاحه لهذا. طب المواطن اللي هيلاقي ده يروح يشتكي لمين يا فندم؟ المواطن اللي لقى انه يعني اديني مثال مثلا، يعني مثلا حاول يتواصل مع عضو مجلس ما عرفش يتواصل، عرف يتواصل وما تنفذش طلبه، حصل اي تجاوز بقى؟ ما احنا لسه ما هدي اصلا عندنا كذا حاجه. اول حاجه يعمل ايه؟ اول حاجه في الانتخابات دي معظم الدوائر فيها مش عايز احس المواطن ان هو خلاص اتدبس والمرشح ده للابد. اول حاجه هو عنده اكثر من مرشح في الدايره. فده يديله كذا قناه يوصل بيها الى داخل المجلس. ثانيا عنده مرشح القايمه اللي بيمثل هذا القطاع. اوكي. ثالثا عنده الاعلام. ثالثا رابعا عنده السلطه التنفيذيه اللي هو يقدر يتواصل معها زي ما هو بيتواصل معها دلوقتي في غير وجود مجلس. واخيرا عنده المجالس المحليه هتنتخب بعد كده اللي هي المفروض تكون حلقه الوصل ما بينه وما بين النائب ده. وعنده بعد كل ده المجلس ده ليه مده ما ينتخبش الشخص ده تاني. انا مش منتخبه يعني ده مش للابد. لا ما انا عايزه ما هو 5 سنين هو يقعد مستني عليه 5 سنين. انا قلت لا ما انا قلت لحضرتك قبل ما اوصل للخمس سنين دي قلت لحضرتك 6 خطوات. اصل كل اللي كان يا جماعه خلوا بالكم، اصل انت 5 سنين ما تتكلمش، 5 سنين ما تفتحش بقك. لا يعني ما انا اتكلم 5 سنين ما اتكلمش لو انا بقى ما نزلتش. لا 5 سنين كلمته ما ردش عليا او قصر. اكلم النايب الثاني عن هذه الدايره. اكلم النايب بتاع القايمه اللي عن هذه الدايره. اكلم عضو المجلس المحلي. الجا للاعلام. الجا للسلطه التنفيذيه علشان خاطر اخد حقي. لا طبعا ما حدش يسكت على حقه. الهدف من هذا البرلمان انه يوصل صوت الناس. لما انسدت وسائل التعبير وصوت الناس ما وصلش حصل اللي حصل في 25 يناير. لابد وانه يكون للناس اليه انه صوتهم يوصل.
ممكن الناس تكون عايزة حاجة مش منطقية لأنه تم إقناعهم أنها مش منطقية. يعني مثلا جات دعوة أنه قناة السويس تحصل يعني رسومها بالجنيه المصري وده يضر الاقتصاد وناس كتير طالبت بكده. طلعت هيئة قناة السويس ردت وقالت أن ده يضر الاقتصاد وأن ده فالناس ممكن تطلب حاجة وما تتحققش بس لو اقتنعوا أنه ده لمصلحتهم خلاص هتتحقق. طيب استاذن حضرتك احنا معانا زميلتنا شيماء ابو المكارم من البحيره. شيماء اتفضلي. اهلا بك زميلتي مها. اريد ان اخبرك اننا الان اتحدث من محافظه البحيره. سيطرت المشاركه اليوم من قبل العنصر النسائي على التصويت. معي الان مجموعه من الناخبات يريدون ان يبدوا برايهم في سير العمليه الانتخابيه. شرب حضرتك يا فندم. مدام سيده ناصر، ايه راي حضرتك في سير العمليه الانتخابيه اليوم؟ والله النهارده مش ياما زي قبل كده. يعني عايزه اعرف سبب نزولك اليوم. ليه ما نزلتيش امبارح؟ لا النهارده عشان حب مصر. انا قلت امبارح هيبقى فيه يعني اقبال ياما وكده وانا ساكنه بعيد شويه، قلت نيجي بس عشان يبقى ايه الجو كويس النهارده. يعني تمام. ما واجهتكيش اي مشكله او اي صدمات هنا وانت داخله اللجنه؟ لا ابدا ولا اي حاجه، كلهم هنا كويسين خالص بصراحه. مجموعة كبيرة جدا قطعوا الانتخابات، تحب تقول لهم ايه؟ نقول لهم حرام، ده حاجة هيسألوا بيها عند ربنا ولازم ينزلوا عشان حب مصر. ما احنا بنعمل، هو يعني الرئيس بتاعنا بيعمل كل ده ليه؟ مش عشان خاطر حب مصر وعشان هو تعبان. ما احنا لازم نتعب معاه ولازم نقول له كل حاجة، لازم نبقى معاه يعني في كل وقت وفي كل اوان، يعني عشان مصر تمشي، عشان الدنيا تمشي. يا بنتي هنعملوا ايه بس؟ شكرا جدا لحضرتك. معي ناخبة اخرى تريد ان تدلي برأيها. تفضل يا فندم. شرف بحضرتك. اسم حضرتك يا فندم؟ مدام نجات. ايه راي حضرتك النهارده في سير العمليه الانتخابيه وهل هناك اقبال عن امبارح؟ لا النهارده حركه حلوه النهارده عن امبارح، وحلو النهارده والجو جميل اهو، واحنا عايزين ايه يعني غاليه مصر تبقى حلوه وندي يعني اسم، يعني الاسم بتاعنا لنا عشان نبقى نختفر ونبقى نشوف حالنا. برضو ما واجهكيش اي مشاكل وانت جايه النهارده لانتخاب اللجنه؟ لا مفيش اي حاجه، الحاجة كلها تمام وجميلة. فيش في عملية التأمين النهاردة من قبل الجيش والشرطة؟ لا حلو ماشي، حلو كله تمام ماشي النهاردة والله تمام. شكرا لحضرتك جدا يا فندم. معي ناخبة أخرى تريد أن تبدي برأيها. تفضل يا فندم. وعليكم السلام. أتشرف باسم حضرتك. مجدة محمود. ايه رأي حضرتك في سير العملية الانتخابية اليوم؟ والله ما فيش ناس كتير، كل الناس حاسة ان هي مقاطعة الانتخابات، بس انا يعني ايه نازلة عشان انا بحب مصر ومش عايزه ادي اي حد فرصه ان هو ما يحبش مصر. مصر للمصريين، وعايزه كل الناس تنزل عشان احنا كلنا بنحب مصر. ممكن تقولي لي اليه العمل داخل اللجنه من وقت ما دخلت اللجنه على المستشار؟ عملتي ايه يعني؟ بصيت في القائمه وشفت انا عايزه يعني اخد مين وحطيتها في الصندوق وخلاص. هل هناك اي تجاوز داخل او خارج اللجنه؟ لا 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 كلهم زي الفل زي ما بيقولوا يعني. شكرا جدا لحضرتك يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. معي ناخبه اخرى ايضا سيده تريد ان تبدي برايها. تفضلي يا فندم. تفضلي يا فندم. تفضلي. تشرف باسمك. اي عدل احمد جناوي. تمام. ايه راي حضرتك اليوم في سير العمليه الانتخابيه؟ يوم حلو ان شاء الله وربنا هيوفقك بالخير والسلامه. هل هناك تعاون داخل وخارج اللجنه؟ لا احنا كلنا عايزين. لا هل هناك تعاون؟ هل هناك تعاون داخل وخارج اللجنه من قبل المستشار، من قبل العاملين في اللجنه؟ لا كلك كويسين، كلك كويسين وكلك عايزين مصر ربنا يصلح حالها واحنا من ضمننا عشان ربنا يبارك لنا في منا وفي ايامنا. ليه ما نزلتيش امبارح ونزلت النهارده؟ عشان كنت تعبانه شويه بس. شايفه ان النهارده في نسبه اقبال اكبر من امبارح؟ الحمد لله النهارده يعني في ناس اللي بيجي، وامبارح كان اكتر. امبارح شايفاه اكتر من اليوم؟ بيجي اكتر. امبارح كانت في ناس بتيجي يعني تنتخب النهارده اكتر. تقصد النهارده برضك. تمام. شكرا جدا لحضرتك. شكرا جزيلا. البلد يا رب. معي ناخبه اخرى تريد ان تبدي برايها. تفضلي يا فندم. تشرف باسم حضرتك. حنان عبد السلام. ايه راي حضرتك اليوم في سير العمليه الانتخابيه؟
والله الاوضاع برضو من زي الاول، المفروض كان كل الشعب ينزل ويبقى ايدينا في ايدين بعضين عشان خاطر مصر وعشان خاطر ولادنا والمستقبل، المفروض يبقى فيه احسن من كده وكله ينزل، انما كله قاعد في البيت مش هينفع. ده مش اسلوب المصريين اصلا ان هم يبقوا قاعدين على حزب الكنبه، ما ينفعش. برايك ايه اسباب مقاطعه الانتخابات من قبل الرجال وبعض السيدات؟ خايفين من رد الفعل ان ما فيش حد يخدمهم، هم عايزين اي حد يخدمهم ويبقوا واثقين فيه ان ده هيقوم بالواجب بتاعه. حضرتك تقصدي ان دلوقتي ما فيش ثقه في المرشحين؟ لا ما فيش، هم بالنسبه لهم، لان بتكلم معاهم مش واثقين ان هم هيقفوا جنبيهم او يلبوا لهم طلباتهم او يعملوا حاجه. ليه فقد الثقه ده في المرشح؟ ما خدوش الثقه في اي حد الا بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لسه هو بقى اللي يديهم الثقة دي بقى من تلقائية خطاب برضو للشعب. هو بالفعل منحهم الثقة دي ودعاهم للخروج والنزول للمشاركة في الانتخابات البرلمانية لعام 2015، لذلك أقر هذا الاستحقاق الثالث للمواطن المصري. برأيك ليه بقى امتنعوا؟ مش عارفة والله برضو، يعني مش عارفة ايه الاعتراض، كل واحد له رأي شخصي، فما تعرفيش كل واحد عايز ايه، وكل واحد عايز حاجة شخصية لنفسه، فتلاقي ما فيش اتحاد واحد. شكرا جدا لحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. هكذا رأينا سيطرة العنصر النسائي على العملية الانتخابية داخل محافظة البحيرة وتحديدا من مدرسة عبد المنعم رياض بمركز ومدينة دمنهور. إليك يا أستاذة بهاء. شكرا زميلتنا شيماء أبو المكارم من محافظة البحيرة. عندي تعليق على السيدة الجميلة اللي في الآخر، كانت بتكلم على الثقة. هي كانت طبعا عبرت عن الموضوع ان الرئيس السيسي كان بيتكلم وبيقول خطابات. اللي خلى المصريين يثقوا في الرئيس السيسي مش الخطابات، اللي خلى المصريين يثقوا في الرئيس السيسي انه لما كان بيقول حاجة بيعملها، عشان كده هم مستنين ان النواب دول لما يقول حاجة يعملها، مش عشان كان بيتكلم بس. كان ده يعني التوضيح. انا عارفه ان هي كان قصدها كده، بس قلت يعني اوضح. الناس وثقت في الرئيس بعلاقتهم بيه من ايام لما كان وزير دفاع. بالظبط، هما انتخبوك رئيس نتيجه ليه اللي عمله، مش الكلام خالص، ملاش علاقه لا بالخطابات ولا بالكلام ولا هو بيقول ايه وما بيقولش ايه. هي ليها علاقه بان انت قلت حاجه هتعملها، قلت مش قادر تعملها ما تقولهاش. بالزبط. مش قادر تقول ولا تعمل، يا ريت يعني ما تاخدش هذه العمليه. وقول لي ما عملتهاش ليه، ده مهم جدا ان هو الشفافيه يعني في الموضوع. ما حدش يستخف بعقليه الشعب المصري. الحقيقه اللي انا شايفاه برضو هنا برضو سيطره فعلا زي ما قالت زميلتنا شيماء، سيطره العنصر النسائي، وهم لسه برضو خايفين على البلد ولسه مصممين ولسه بيدعوا الناس علشان ينزلوا مره تانية. عندهم اسبابهم ان هم ينزلوا، وعارفين اللي منزلش ليه، فده وعي سياسي وثقافة سياسية بغض النظر عن المستوى الاجتماعي أو الثقافي. فعلا أكبر تحية من مرة المليون بحي الست المصرية. أنا بقى لازم أجيبها من ناحية تانية، أنه دلوقتي إحنا معانا إحصائيات بالذات بتاعة القارئ الإلكتروني، هو عدد قليل بس بيدينا نسب، أنه الستات فعلا أكتر بكتير، هما شريحة صناعة القرار في الناخبين النهاردة. صحيح. أنا بقول للمرشحين في كل الانتخابات اللي هيخشوا المرحلة الثانية المرتين اللي فاتوا رسائلكم تبقى للمرأة، هتعملوا لها ايه؟ مش هي اللي نازله تنتخب؟ هي مستنيه كتير منكم. لازم تحصل قصاد كده، لازم تحصل قصاد كده على حقوق. طيب. ولو انت ما خاطبتش المراه يبقى انت هتخسر كتير جدا. المراه طبعا اكتر واحده بتتاثر وتؤثر لما الست بتنزل، ولادها بينزلوا وجوزها بينزل، اصدقائها بينزلوا، هي مؤثره جدا في المحيط اللي حواليها اكتر من الراجل بكتير. يمكن لانه سيطره الخطاب العاطفي في الفتره اللي فاتت، لانه مش خطاب عملي، الست تأثرت بيه أكتر. يمكن هي فاهمة برضو، يعني الست المصرية بتبقى مستشعرة الخطر، عارفة ده وليه بيعمل إيه ويعمل إيه، ولو عمل كذا لا يبقى أنا أنزل أحاربه، أنا أنزل أقول له لا ما تعملش. بس زي ما قلت لحضرتك كده، يعني الراجل برضو مختلف عن الست. كتير جدا من السيدات الفاضلات اللي طلعوا في المداخلة دلوقتي بيقولوا إحنا بنعمل كده علشان خاطر بنحب مصر. صعب جدا تلاقي راجل بيطلع يقول الكلام ده في التلفزيون. ليه بس؟ ليه؟ يعني فعلا الخطاب المسيطر هو خطاب عاطفي جدا وليس عملي، وليس المجلس هيحقق ايه 1 2 3. يمكن الراجل مخه اكثر عمليه، عايز ارقام وعايز بيانات وعايز قوانين في ايديه اكتر من السيده. بس احنا كنا بنتكلم على
السوشيال ميديا او الاعلام الاجتماعي. طيب سريعا بس يا دكتور لان للاسف انا يعني وقتي بيخلص فننهي هذا الموضوع. حضرتك بس قول لنا خلاصه هذا الموضوع. خلاصه هذا الموضوع ان هو احنا ما عندناش اختيار اذا كنا هنستخدم الاعلام الاجتماعي ولا لا. لو ما استخدمه لو لم تستخدميه سيستخدمه اخرون ضدك. صحيح. 96% من الشباب عندهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي. 50% من الانترنت اللي على الموبايل في مصر على فيسبوك لوحده. فيعني لا يوجد اختيار. الاخبار على وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي بتلاقيكي مش انت اللي بتدوري عليها. يعني انت وانت ماشيه كده بتلاقي الخبر طلع لك. الخبر هو اللي بيجي لك مش انت اللي بتدوري على الخبر. 90% من الناس بتثق الكلام بتاع أصدقائهم أو زملائهم أو الناس اللي هم بيعرفوهم أكتر ما هم بيثقوا في الإعلانات. أو أكتر من 90% من الناس لو يقدروا أن هم يقفلوا الإعلانات أو يقوموا ما يتفرجوش عليها ويرجعوا تاني لما البرنامج الأساسي يرجع بيعملوا كده. فبالتالي الوصول إلى الناس عن طريق الناس اللي يعرفوهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أكثر تأثيرا وأكثر نفاذية من الإعلان التقليدي. صحيح. أنا طبعا يعني سعيدة جدا بوجود حضرتك معنا النهاردة وتلبيتك لدعوتنا. استفدنا كثيرا من تحليل حضرتك للمشهد أمس واليوم. بنتمنى إن شاء الله إن يعني يمر هذا اليوم بأكثر نجاح وأكثر تحضر وأكثر فاعلية والمواطنين اللي شايفينا دلوقتي ولسه ما راحوش يروحوا ينتخبوا. الموضوع كله بيصب في النهاية في صالح المواطن. أنت من تقرر مستقبلك ومن تقرر مستقبل أولادك. أنا بشكر حضرتك مرة أخرى دكتور أحمد كامل مستشار الإعلام السياسي والخبير في مجال الحملات الانتخابية. شكرا يا فندم. مشاهدينا لازلنا مع حضراتكم في هذه التغطية الحية على الهواء مباشرة ومصر تقرر الانتخابات البرلمانية. والآن أترككم مع الكاتب الصحفي والإعلامي الأستاذ وائل الإبراشي. ابقوا معنا.